بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو. النادي الأهلي في مهمة خاصة في تونس، بيخوض مباراة الذهاب الصعبة أمام الترجي التونسي في محاولة جديدة من النادي الأهلي للحفاظ على هيبة الكرة المصرية. النادي الأهلي صاحب الأرقام القياسية وصاحب الشعبية الجارفة في مصر والوطن العربي مع نادي الزمالك، بيخوض مهمة كبيرة ومهمة وطنية يحتاج فيها إلى المساندة ويحتاج فيها إلى المؤازرة. النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير والتاريخ العريق وصاحب البطولات اللي بتخليه دايما في مقدمة ودايما في مهمة كبيرة جدا جدا أمام جماهيره وأمام وطنه وأمام طبعا مرعب للمنافسين، مرعب لكل المنافسين اللي بيواجههم في الوطن العربي وفي إفريقيا. النادي الأهلي في مهمة الحصول على البطولة رقم 12 في دوري الأبطال على مدار تاريخه، مهمة كبيرة جدا بياخدها النادي الأهلي، بيحاول قدر الإمكان خلال السنوات الماضية إن هو يحفظ هيبة الكرة المصرية الغائبة عن منصات التتويج سواء على مستوى المنتخبات أو مستوى الأندية. النادي الأهلي بقيادة الأسطورة محمود الخطيب رئيس بعثة النادي الأهلي في تونس بيخوض واحدة من أهم المعارك الكروية والمنافسات الشرسة أمام خصم عنيد وخصم تحسن كثيرا في الموسم الجاري، وهو فريق الترجي التونسي، واحد من أهم طبعا الأندية في إفريقيا ومن أهم طبعا الأندية في الوطن العربي. الترجي التونسي الذي أخرج صن داونز المخيف، وهو واحد من أهم الفرق الإفريقية، واحد من أهم الأندية في إفريقيا، بيترقب بشغف جماهيره كمان وجهازه الفني ولاعبيه خوض منافسة النهائي دوري الأبطال في مباراة الذهاب أمام واحد من أهم الأندية في إفريقيا وفي الوطن العربي وفي الشرق الأوسط، وهو النادي الأهلي. كل التوفيق وكل الأمنيات بإذن الله، بإذن الله النادي الأهلي يتوج ببطولة دوري الأبطال. النادي الأهلي صاحب البطولات، صاحب الأرقام القياسية، يتوج بإذن الله بالبطولة رقم 12 في تاريخه. قوم يا أهلي شوف ولادك والبنود، شوف كتيبك، شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العمود، شوف وسجل بيها أمجاد الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. قوم يا أهلي شوف ولادك والبنود، شوف كتيبك، شوف جنودك والحشود، في كل العهود، شوف وسجل بيها أمجاد الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. كل نعمة في رحابك عندنا، دي مشيئة وإرادة ربنا، من شيوخك اكتسبنا مكنا وشبابك احتفظنا باسمنا. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. عند
عندنا أخبار وعندنا طبعا كواليس مهمة جدا جدا، على رأسها كمان تفاصيل توصل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي لاتفاق شبه نهائي مع النادي الأهلي وتوقيعه بشكل مبدئي للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات. هقول لك على التفاصيل كمان شوية، بجانب كمان عندنا نتائج الدوري وتصريحات حسام حسن اللي أثارت جدل كبير جدا. كل ده هيكون معانا النهاردة، وفي الفقرة التانية هيكون النجم الكبير الكابتن رضا عبد العال. لكن خلينا نشوف عندنا ايه ونرجع نكمل مع بعض. الأسبوع اللي فات كان معانا الكابتن رضا عبد العال والكابتن مجدي طلبة، تكلموا في كلام مهم جدا قبل طبعا مباراة الزمالك مع نهضة بركان في ذهاب الكونفدرالية، المباراة طبعا اللي انتهت بفوز نهضة بركان بنتيجة 2-1، ويبقى هدف سيف الدين الجزيري بيبقي على أمال نادي الزمالك في حصد بطولة الكونفدرالية في المباراة اللي هتكون يوم الحد اللي جاي، واللي طبعا كل جماهير نادي الزمالك بل من المفترض أنها جماهير مصر كلها بتترقب وبشغف وبتنتظر وبقوة خوض نادي الزمالك مباراة العودة، والعودة مرة تانية لمنصات التتويج الإفريقي. وزي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت، مش من مصلحة الكرة المصرية ولا مصلحة أي حد إن الزمالك يبتعد عن المنافسات والتتويج الإفريقي، ولا النادي الأهلي يبتعد عن المنافسات والتتويج الإفريقي. ده إذا كان إحنا كده وحصل الجدل الكبير بسبب تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، اللي هكلمها لك مش بقى نقلا عن، لا هكلمك عن تصريحات حسام حسن وأنا شاهد عيان داخل قاعة المؤتمر الصحفي اللي استضاف طبعا جلسة حسام حسن مع الصحفيين، الجلسة الغير ودية. لكن خلينا نشوف الأول رضا عبد العال ومجدي طلبة قالوا إيه ونرجع نكمل مع بعض. الصعوبة هتبقى إن نادي الزمالك نفسه الوحدات اللي بتأثر في بالإيجاب في الأداء بتاعه مش تبقى موجودة. الأهم وحدات زي عبد الله السعيد وزي ناصر ماهر، دول من أهم الوحدات اللي بتأثر في أداء النادي الزمالك في الفترات الأخيرة، مش هيبقوا متواجدين. يعني حتى لو عبد الله السعيد وناصر ماهر موجودين مش هلعب بيهم في الماتش ده. تمام. لأن الماتش ده عايز كله جري وضغط، جري وضغط، جري وضغط، أبوظ لعب الفرقة لأن الفرقة هناك عارفة إن ده. طب ما أنت هتبقى عايز ناس تمسك الكورة. ما في زيزو. بس؟ طبعا. ماشي. وانا بص الملعب يعني ده يعني زيزو ولا عبد الله في ان هو يمسك كره وفي ماتش وخبرات والكلام ده كله. بص هو عبد الله لغايه دلوقتي مع كل الاحترام لسه ما جاش. ماشي. لما مش يرجع مش قوي، هو لا كان سيء في مباراه سموحه بس لكن ماتشات تانية كان ليه دور طبعا. لا لا ماتشات كتير. قول لي في ماتش الاهلي وماتش لا دور ده في واحده ازاي بخبرته وخبره السنين بعد ما رقص
اكرم توفيق لو حطها بالراحه انفراد من نص الملعب للجزيره ماشي. مش دي إن كان. لا 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 انت بتكلمني في واحده ما هي الواحده دي بكلمك في عبد الله السعيد ما هو عبد الله السعيد يبان امكانياته حاجه دي بتكلم في عبد الله السعيد في تقله في الملعب في الماتش تقله بقى في السن ولا في الوزن لا ولا في لا لا ما تسمعني بس انا بكلمك بمنتهى الامانه بص بص انت اول لما جه عبد الله السعيد قلت لك هيفيد ولا مش هيفيد هيفيد قلت لك هيفيد بس هو دلوقتي بيعمل حاجه المدرب عايزها اللي احنا مش عايزينها اللي هو اللي بيلعب دفاع قطع 40,000 كوره انت مش عايزه لا طبعا يشتغل دفاع خالص هو بص هو عبد الله ده اتشهر بايه يا كابتن مجدي بالاسيست او بيجيب جول صح بلاي ميكر عنده صح ولا غلط بلاي ميكر طب هو لغايه دلوقتي ما عملش حاجه منه عبد الله الدور بتاعه دلوقتي في بدايات الهجمه والحفاظ على الريتم بتاع التيم ما هواش عبد الله وهو من 3 سنين واربع سنين اللي هيروح عشان يعمل الاسيست الا لو هيروح زي ما رضا الجيد عايزه وملوش دعوه بانه يرجع مش هيرجع فهو كده انت التيم بيخسر 2 لعيبه او 3 طب يعني هو كده بيكسب التيم ايوه طبعا الحته الهجوميه موجود هو, هو في ماتش النادي الاهلي في ماتش النادي الاهلي من اهم اسباب مكسب نادي الزمالك هو الحفاظ على الريتم لنادي الزمالك الريتم ايه هو ناصر ماهر ناصر ماهر الوحيد عبد الله كابتن لا كلنا اتكلمنا لا لا ناصر عبد الله اكبر ناصر كان اكتر واحد عامل قلق على فرقه الاهلي اولا السكواد بتاع النادي الاهلي دلوقتي كبير بعد عوده اللعيبه المصابه فالسكواد موجود كبير تمام فما فيش مشكله خالص في الروتيشن انه يخرج واحد ويحط واحد يخرج واحد ويحط واحد الحاجة التانية اللي مساعدة كده اللي ساعد على القصة دي ومفيش تأثير إن شاء الله يبقى عليها إنه المسافات قصيرة عدد المباريات اللي لعبها النادي الأهلي الفترة اللي فاتت كل 3 أيام ماتش كل 3 أيام ماتش كل 3 أيام ماتش فده عمل ده كان لازم يعني حتى لو مفيش حاجة اسمها روتيشن كان لازم تعمل روتيشن لأنه مفيش لعيب يقدر يلعب 3 ماتشات في 6 أيام بيراميدز بيحافظ على صدارة الدوري الممتاز النهاردة وإصراره وتمسكه بالمنافسة لآخر نفس في أو على لقب بطولة الدوري الممتاز فاز النهاردة على سيراميك كليوباترا بنتيجة 2-1 بيصل طبعا نقاطه أو عدد نقاطه إلى 47 نقطة ويبقى لي مباراتين طبعا مؤجلتين في الدوري الممتاز لكن يورو شيتش المدير الفني للبيراميدز اتفرجت على تصريحات لي بعد المباراة بيتكلم بهدوء وبيتكلم بذكاء فبالتالي هو مش مدرب بتاع يعني لقطة ومدرب واضح ان كمان ده دايما بيترجم اداء اي مدرب بالأداء طبعا الفريق ونتائجه وفي نفس الوقت تصريحاته وتصريحات المدربين بتكون مهمة جدا في طبعا تثبيت الانطباع لدى الجماهير يوروشيتش المدير الفني البيراميدز النهاردة بيصرح تصريحات في غاية الهدوء والعقلانية حتى وهو كان معترض على أداء الحكم النهاردة لما سئل فيه بعد المباراة لم يهاجم الحكام ولم ينتقد الحكام بل بالعكس يعني وقال جملة في غاية الأهمية توري لك هو بيشتغل إزاي قال بس جملة في كل تصريحاته دي قال أنا مش ببص للفوز على سيراميكا ولا الفوز في مباراة أنا ببص لبعيد خلال الفترة المقبلة فبالتالي يوروشيتش المدير الفني لبيراميدز بيقود فريقه النهاردة للنقطة 47 متصدر المسابقة ومتبقي للنادي الأهلي طبعا عدد من المباريات المؤجلة وأيضا لنادي الزمالك اللي ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على بطولة الدوري بعد الخسارة 5 وبالتالي تبقى بطولة الكونفدرالية لنادي الزمالك للجهاز الفني واللاعبين هي بمثابة طوق نجاة للفريق
واللي عايز يكمل في نادي الزمالك واللي عايز يحترم جمهور نادي الزمالك واللي عايز يحترم الفانيلا اللي لابسها بقيمة نادي الزمالك يعني بطولة الكونفدرالية دي لا مفر منها ولا مفر من الفوز بها، لأن طبعا أي نتيجة لا قدر الله غير كده تبقى فرقة نادي الزمالك كده محدش يروح النادي تاني يوم عشان هيبقى شكلك وحش أو بتكلم اللعيبة. تيجي تقول لي بقى ما باخدش فلوسي، باخد فلوسي، أصل ليا مستحقات من 10 سنين، أصل ليا مستحقات من سنة. لا، أنت لاعب بتلعب في نادي الزمالك، فيا إما تكون على قدر الفانيلا اللي أنت بتلعب بيها والشهرة اللي أنت خدتها والاسم الكبير اللي أنت يعني بقى نادي الزمالك سبب فيه، أو أنك أنت تاني يوم على طول في الكونفدرالية، تاني يوم لا قدر الله ما تعديش من قدامنا للزمالك، روح بقى العب في اي نادي تاني غير الجماهير او اي نادي ملوش علاقه بالجمهور الكبير اللي انت هتشوفه يوم الحد، الجمهور اللي هو يعني بمجرد طرح التذاكر في على السيستم تذكرتي نفذت بعد 10 دقائق، ده بمجرد طرح التذاكر. الجمهور اللي أول ما المباراة خلصت مباراة الذهاب بدأ يفكر في حضور المباراة أو مباراة العودة يوم الحد. لا بكلمك على مجلس إدارة، وهو مجلس إدارة طبعا محترم جدا برئاسة حسين لبيب وبيسعى، وحسين لبيب تحديدا والمجموعة اللي معاه وأحمد سليمان وحسين المندوب، مش عايز أنسى حد، محمد طارق، كل الأسماء بيحاولوا قدر الإمكان من ساعة ما تولوا المسؤولية إن هم يواجهوا المشاكل الكبيرة المالية اللي بيواجهها نادي الزمالك. بس في توقيتات ملهاش علاقة بقى لا بمجلس إدارة ولا أنت بتاخد فلوس ولا ما بتاخدش فلوس ولا أي حاجة، في توقيتات وفي بطولات لها علاقة بأنك أنت بتلعب في نادي كبير جدا اسمه نادي الزمالك. طيب، علشان انا معايا مكالمه مهمه جدا جدا، وكنت اتكلمت على تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وهيكون معايا طبعا الاستاذ ايمن ابو عيد الكاتب الصحفي الكبير جدا. طبعا انا كنت موجود في المؤتمر الصحفي اللي عقده الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، واللي تصريحاته قال فيها طبعا وأثارت جدل كبير ان طبعا في ان الدوري المصري لا يفرز، خلينا كلامك بوضوح بالتصريح الاهم اللي تقال ان الدوري المصري لا يفرز لاعب دولي. انا سألته تحديدا لما كان الكابتن حسام بيشتكي من قلة التجمعات او ان ما فيش وقت للتجمع مع اللاعبين، وان هو بيبقى عايز يعني وقت اكبر بالنسبه للتجمع. انا اللي كنت سالته قلت له هل يعني من ضمن الحلول، وهو بيتكلم مع الصحفيين ايه الحلول وقولوا لي ايه الحلول، وانا مش عارف الصحفيين مالهم ومال الحلول، مش شغل الصحفيين خالص ان هم يقولوا الحلول، هي شغل المسؤولين. لكن سألته قلت له هل من ضمن الحلول ان احنا نلغي الدوري طالما في تعارض، وقال لك لا، هو رد للامانه سواء حسام ولا ابراهيم قال لك لا ما تلغيش الدوري، دي مش بتاعتي وانا ما بقولش نلغي الدوري، لكن كان هو بيشتكي من تراجع مستوى اللاعبين. قال تحديدا ان تمريرتين ثلاثة انا وانا بتفرج وانا بروح الماتشات وانا بتفرج بلاقي تمريرتين ثلاثة وبعد كده الكرة بتتقطع، بلاقي ما بلاقيش المستوى اللي انا بنتظره. البعض قال ان حسام حسن كان قبل كده بينتقد مدرب المنتخبات وبيشيد بالدوري المصري لما كان محلل وقبل ما يتولى المسؤولية،
بدأت أنا أشتغل على ده بعد المؤتمر الصحفي. فقال لك إن حسام حسن اصطدم بالواقع لما بقى مسؤول، ده من داخل المنتخب لما بقى مسؤول، فبدأ يصطدم بالواقع إن لما تبقى أنت محلل غير لما تكون مدير فني أو مسؤول عن منتخب مصر ومسؤول عن التحضير لمنتخب مصر. قال كمان حسام حسن إن بوركينا فاسو بيمتلك 27 لاعب محترف بينما المنتخب الوطني بيمتلك 7 محترفين. يمكن أنا كان ممكن هرد عليه، بس طبعا عشان وجود عدد كبير من الصحفيين فالواحد طبعا بيحترم دوره وبيحترم طبعا زملائه الصحفيين في توجيه الأسئلة في المؤتمرات الصحفية. فكان كنت هسأله برضو ان 27 لاعب محترف هم فين، بينما 7 محترفين للمنتخب بينهم او بينهم محمد صلاح احد اهم اللاعبين في العالم. فممكن تكون انت محترف في دوريات لكن مش مؤثر، لكن عندك 7 لاعبين او 6 لاعبين مؤثرين، احدهم واحد من أفضل اللاعبين في العالم وهو النجم الكبير محمد صلاح اللي هيتواجد وفقا لتصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة قبل المؤتمر الصحفي بيوم اللي كان عقده الكابتن حسام حسن. كان في مؤتمر صحفي آخر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وكنت أنا برضو حضره، وأكد على وجود محمد صلاح في معسكر يونيو المقبل. وحسب معلوماتي إن هيكون في جلسة ما بين حسام حسن ومحمد صلاح، وده اللي قاله كمان إبراهيم حسن في التصريحات لما سئل إن محمد صلاح هيكون موجود في معسكر يونيو. إبراهيم حسن مدير المنتخب أكد على وجود محمد صلاح ووجود محمد الشناوي. لكن في بعض النقاط الأخرى واللي هتناقش فيها مع الأستاذ أيمن أبو عيد، إن البعض يقول لك أصل دي جلسة ودية مع الصحفيين. يعني إيه جلسة ودية مع الصحفيين؟ يعني أنا جايب 25 صحفي في قاعة المؤتمر الصحفي بتاعة اتحاد الكورة، وقاعد الكابتن حسام والكابتن إبراهيم على منصة المؤتمر الصحفي الاتحاد في قاعة اتحاد الكورة اللي هي بالطبيعي او بالتبعيه مصوره بالكاميرات الداخليه لاتحاد الكره، عايز تفهمني ان دي جلسه وديه؟ عمر ما بيكون في جلسه وديه مع الصحفيين والمسؤولين ايا كان جلسه وديه وتيجي تقول له ما تقوليش تصريح، ما تقولش التصريحات او ما تتكلمش عن التصريحات. واحنا كنا زمان بنروح بقى نرجع لجرايدنا علشان نكتب التصريحات عشان تنزل تاني يوم. انت دلوقتي وانت قاعد يا اما اللي بينزلها على صفحته يا اما اللي بينزلها على موقعه يا اما اللي بينزلها بيبعتها للجورنان فبينزلها في لحظتها. فما فيش، لان انا برضو سمعت بعض، وبالمناسبة لم يكن في الجلسة جلسة حسام حسن مع الصحفيين كل اللي موجودين كانوا صحفيين، لا، كان هناك بعض الأشخاص ليسوا صحفيين. فلأن البعض برضو قال لك، وأنا اللي كنت موجود وأنا كنت قاعد بقى في آخر صف ومتعمد أقعد في آخر صف عشان أجيب القاعة كلها، في ناس وأنا بقول لك أهو في ناس كانت موجودة عشان اللي بيقول لك أصل الصحفيين صرفوا في أول لما تحصل مشكلة يوم يقولك الصحفيين هم اللي صرفوا. ده مؤتمر صحفي يا جماعة، مؤتمر صحفي للمدير الفني للمنتخب، وبالتالي الصحفيين نقلوا كلام كابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن. وهو شمعنا مع حاجة من الاتنين، ليه نقول ان في جمل معينة هي اللي اتحرفت وجمل تانية لا؟ ما انا يا اما حرفت كل التصريحات يا اما ما حرفتش التصريحات، وبالتالي الكلام اللي بيتقال مش بعد ما يتعمل المشكلة على طول تقوم قايل في تسريبات للصحفيين. بصرف النظر عن الكلام اللي قاله حسام حسن في منه صح ولا لا، في تصريحات ينفع تتقال
دي راجعه للمدير الفني، لكن طالما صدرت من المدير الفني انا لزاما عليا كصحفي في مؤتمر صحفي بنقلها لجورنالي او للموقع بتاعي، ده امر متعارف عليه. لكن خلينا نروح بقى للكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ايمن ابو عايد. استاذ ايمن برحب بيك. مساء الخير عليك يا استاذ اسلام، وتحياتي ليك ولكل العاملين معك في البرنامج. اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك يا ريس. استاذ ايمن، يعني تصريحات حسام حسن اللي ادلى بيها للصحفيين في غياب طبعا القنوات الفضائيه والكاميرات الفضائيه، هل هي كانت يعني زي ما تقال ان دي جلسه وديها يا جماعه فما حدش يتكلم وما حدش يقول؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، ان يعني التصريحات ديت هل تستحق هذا الجدل الكبير اللي اثير في يعني في الايام الماضيه؟ بص، خليني نبقى من الاول صراحه. طبعا هو مؤتمر صحفي معلن، من حق كل صحفي يسجل وينشر ويذيع كل كلمه قيلت فيه. بالظبط. مفيش حاجه اسمها جلسه خاصه. جلسه خاصه دي لما انا وانت نبقى قاعدين كده بنتعشى، او عزمك على الفنجان شاي وبقول لك هدردش معاك، بس يا استاذ اسلام الكلام ده بيني وبينك يعني صح. مش للنشر، انما مش في وجود 20 صحفي. مش 20 صحفي ولا حتى 3 صحفيين. بالظبط. صح. يعني انا هو من الاول هو مؤتمر صحفي، خلينا بس برضه نتفق انه الصحفيين اللي كانوا موجودين منهم من هو مؤيد لوجود حسام حسن كمدير فني المنتخب الوطني، ومنهم من هو حضر المؤتمر وهو من داخله معترض او رافض فكره وجود حسام حسن مدير فني المنتخب الوطني. تمام. خلينا برضه نتفق انه حسام حسن عمل المؤتمر ده بنوع من الاحساس ان هو بيحارب لوحده، يعني مش حاسس انه في ظهر او اتحاد الكره دعمه بشكل اساسي، يمكن دي اللي ما اتقالتش. لكن اللي انا عايز اتوقف عنده، وحضرتك انت يعني اسعدتني انك انت كنت حاضر المؤتمر، انا طبعا ما حضرتش او ما وجهتليش الدعوه ايا كانت، لكن انا عايز اعرف هل هو قال انه منتخب ال مفيش حد لاعب في المنتخب في الدوري المصري يستحق يلعب في المنتخب الوطني، ولا انه الدوري بتاعنا ما يقدر الدوري يعني لا يفرز لاعب دولي؟ دي اللي اتحرفت، ودي الناس اللي خدت عليها، ودي اللي هي اثارت الجدل اللي احنا موجودين فيه، لانه البعض بيترصد لحسام حسن وبيقفله على اي حاجه. خليني برضو انا عشان اكون معاك صريح، حسام حسن يعني ما كان يجب ان يقول او يصالح بمثل هذه التصريحات في هذا التوقيت الصعب اللي هو قبل بداية معسكر مهم للمنتخب الوطني ومباراتين مهمتين. لكن هو يبدو ان الضغوط عليه والضغوط من يعني واجد نفسه محدش بيتفق يعني بيساعده، لا اتحاد الكرة في ظهره ولا حتى هم يعني. وهو على فكرة هو حسام نفسه قالها في المؤتمر، هو على فكرة في جمل تانية اتقالت يعني لو الناس ركزت عليها يعني هتبقى في امور تانية، لكن هو حسام قال لك ايه؟ البعض شايف ان حسام جاي بضغوط، فهات حسام وخلاص وارميه في يعني في البحر. هو قالها نفسه. ما دي انا بحييك انك انت ذكرتها، لان الناس محتاج انها تعرف ده، لانه انا زي ما انا استشعرت ان هو حاسس ان هو مفيش حد معاه، يعني زي ما بقول وزي انا جيت غصب عنكم او جيت بقرار صوتي عنكم، فسيبوه بقى ورينا هيعمل ايه. انا شايف ان حسام محق في كثير من التصريحات اللي قالها، ويؤخذ عليه بعض التصريحات ما يعني معنويا ونفسيا ما كان يجب ان يقول. لكن حقيقة انا متفق في نسبة كبيرة من التصريحات اللي قالها، فعلا الدوري المصري بتاعنا لا يفرض رأي الدوري. لو مستوى المنافسة محسوم ما بين فرقتين او ثلاثة، سواء كان بيراميدز المرة دي او من قبل حتى، يعني
ما فيش تطور في الكورة. احنا بنشوف الكورة اللي انت بتشوفها في الدوري الانجليزي والدوري الدوري ابطال اوروبا دي مش كورة. يعني احنا دايما بنتكلم وبنقول حتى بنضحك امتى اللعبة دي تدخل مصر. فدي مش كرة قدم اللي احنا بنشوفها. عندنا لاعبين زي ما حضرتك اعترضت برضو على تصريحه. عندنا 7 لاعبين بس هم عندهم مثلا 17 لاعب محترف بس هم 27 هو قال 27 27 لاعب بيلعبوا فين وانت عندك 7 بيلعبوا فين بالظبط. يعني انا برضو مش عاوز اقول وبرضو مش عاوز احط الشماعه دي. يعني انا برضو معترض على حسن شحاته خد بطوله امم افريقيا 3 مرات وكان ما بينهمش مثلا لاعب محترف. هو حسام حسن كان قال 27 لاعب محترف في بوركينا فاسو في دوريات كبيره. يعني حسب كلام انا بنقل برضو الكلام اللي قاله الكابتن حسام. يعني انا برضو عاوز اقول ان احنا برضو مع الكابتن الجوهر مع الكابتن حسن شحاته فوزنا بكاس الامم الافريقيه او يعني ما وفقناش يمكن مع كابتن جوهر وصلنا كاس العالم لكن كابتن حسن شحاته ما حصلش. لكن ما كانش عندنا منتخب فيه محترفين باستثناء يمكن لاعب يعني مش هقول يعني او اثنين مش على ما اذكر مثلا كان زيدان تقريبا يمكن. لكن خلينا اقول ان هو اجمالا هو حسام حسن يعني محق في بعض التصريحات اللي قالها وعليه بعض المآخذ. لكن انت وضحت لي نقطه ان هو قال ان الدوري المصري لا يفرض ده حقيقه ما قالش انه اللعيب المصري ما فيش لعيب يستحق ينضم للمنتخب. لا ما قالش ان هو لا يستحق. طيب لانه الناس كلها ماسكه في الحته دي لا هو بيتكلم على انه لا يفرز لا بدليل ان هو بدليل ان ده كانت في سياق كلام هو قاله يا استاذ ايمن ان انا بتفرج على الدوري فبلاقي وبروح الماتشات بلاقي تمريرتين ثلاثه وبتتقطع حق في ده. انت بتتفرج على الدوري المصري ما بتشوفش تمريرتين او ثلاثه. ايه مره مثلا توصل 5 تمريرات يعني الكور اللي الاهداف اللي بتيجي من جمل متفق عليها او فيها ابداع او فيها ابتكار ما فيش. اللعيبه عندك يعني مش عايز اقول انها بتلعب على سطر وتسيب سطر مره فوق ومره مفيش. يعني هو جسد او لخص عيوب الكره المصريه. لكن مش برضو الناس برضو ما تعرفش على ان هو الايده في النار زي مش الايده في بره. يعني اللي ايده في الميه مش زي الايده بره. يعني هو لما كان بيتكلم على الاجهزه الفنيه اللي كانت موجوده قبل كده وبينتقدها ما كانش يعرف ان القماشه كده مثلا. لكن هو الاختيار صعب. يعني انت عشان تيجي تختار لعيب زي ما هو قال مثلا لما نيجي نتكلم على لا افضل لاعب في الدوري المصري ذكر اسمين ووقف. مين ثالث مثلا هتدخله معاهم؟ هو عنده حق. هو احنا المنظومه كلها محتاجه تتغير. الدوري ونظام الدوري وانديه الشركات وانديه المؤسسات والبنوك والكلام ده دي عمرها ما هتفرز دوري. لانك دي بتلعب للدعايه نفسها. اسم الشركه موجود او اسم البنك موجود مش هيفرز. ما هواش هدفه المنافسه على اللقب او البطوله. الكره لازم ترجع اللي زي ما في العالم كله بتمثل مناطق ومحافظات او مراكز زي عندنا في مصر. يعني مش هقول مقاطعات زي ما هو بره عشان يبقى تجد الدافع الجماهيري والحشد الجماهيري اللي هو اللي بيحيي كره القدم. الحضور الجماهيري انت شوف كل انديه الدوري الانجليزي كلها وراها جماهير. شوف الملعب كله بيبقى مليان. ما فيش حاجه اسمها فريق صغير اللي بيمثل المقاطعه او الولايه او المنطقه اللي هو فيها كله بيشجعه. حتى لو في المباراه دي بيشجعه. احنا من نفسنا نرجع تاني زي ما كانت كره القدم. ده اللي هيفرز منتخبات. ارجع للستينات والسبعينات وشوف كان عندك المنصوره فيها كام لعيب في المنتخب وارجع شوف كان الاسماعيلي فيه كام لعيب في المنتخب. الترسانه كان منها كام لعيب في المنتخب. الاولمبي غزل المحله. انت الانديه دي كلها
قضيت عليها عشان مصلحه وسمحت بقرار ظالم وغير مدروس تسمح بمشاركه الانديه الشركات والمؤسسات وال 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 والبنوك والقطاعات الاستثماريه. ما هوش نادي استثماري يعني, مش نادي زي بيراميدز, لا ده هو بيمثل شركه بيدعو للاعلان عن شركه. كان نفسي يعني يبقى يعني انت حضرتك بتقول ان التواجد او وجود الانديه الجماهيريه بيكون لي حافز اكبر في تحسين مستوى الدوري زي ما كان قبل كده بفتره من الفترات. ايوه طبعا لما كان في السبعينات كان انت كنت انا على ما اذكر لما كنا في السبعينات كنت بتختار يعني تختار مين وتسيب مين. كنت بتبقى عندك تعمل فريقين وثلاثه منتخب مصر ومش عارف تحط مين وتغير مين. طيب استاذ ايمن, يعني البعض يحمل الصحفيين ان هم يعني سربوا التصريحات بتاعت الكابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي اللي كان عامله, وبالتالي هم البعض منهم قال لك ده هم اللي اثاروا الازمه. ان الصحفيين مين اللي بيحمل الصحفيين هذه المسؤوليه؟ هو عامل مؤتمر صحفي, هو كان عامل مؤتمر صحفي سري. هو مؤتمر صحفي, كلمه مؤتمر صحفي يعني شيء للعلن. كل جرايد بعتها مندوبينها او ممثلينها او رئيسين عشان يشوفوا حسام حسن هيقول ايه عشان يتكتب. ما قالوش ان احنا عازمهم على قعده شاي عشان هو قال لهم الكلام اللي انا هقوله بيني وبينكم ده معلش ما ده 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 بين يعني ايه ما يخرجش بره خارج الجلسه, وده ما ينفعش مع حاجه اسمها مؤتمر صحفي. الجرايد كلها كانت معلنه انه في مؤتمر صحفي, ومن حقي انا كصحفي ان انا اكتب كل كلمه, ودي امانتي, ده حق القارئ والمشاهد والمستمع كاعلام يعني تلفزيون واذاعه ان انا كل ما هو موجود ده ممكن كبرنامج اذاعي او تلفزيوني بصوره بكاميرات, لكن ما فيش حاجه اسمها الصحفيين سربوا. هو عامل مؤتمر صحفي مش عامل تسريب, يعني انا ازاي يبقى مؤتمر صحفي اقول سرب؟ بالظبط مؤتمر معلن وعلن للعلن مش للمؤتمر, مش حاجه سريه. ما انا رحتش قعدت في جلسه سريه وطلعت كشفت السر اللي بيني, ما دردشش معاه وقال لي لا والنبي معلش يا اسلام خلي بالك والنبي ايه مش عاوز اقول انا هختار مين. بالظبط بالظبط, وما تقولش انا كده بخاين للامانه. لكن انا كلمه مؤتمر صحفي مفيش حاجه اسمها تسريب. تسريب ايه؟ مؤتمر صحفي وتقول لي تسريب؟ انا لما اصرب معلومه انه هو مثلا مش هيستدعي فلان او مش هيجيب فلان يبقى ده تسريب, لكن حاجه من الكواليس. لكن ما اقدرش ده اجتهاد صحفي, ما هوش تسريب بشيء معلن. يعني انا قاعد مع جلسه فيها 20 صحفي او اكثر او اقل وبقول ده مؤتمر صحفي والناس كلها رايحه ومنتظره ماذا سيقول حسام حسن على المؤتمر. بالظبط بالظبط, ما فيش حاجه اسمها تسريب, لكن البعض بيحاول يعلق الشماعه دايما على الصحفيين للخروج من الحرج اللي هو فيه. وزي ما قلت حسام خدته الحميه, خدته الحماسه, وهو يعني هو كان بيتكلم بشكل او باخر بقى. يعني يتم تحليل تصريحات حسام حسن بان البعض يتفق معاها البعض يرفضها, ده امر تاني, لكن ما حدش يجي يقول لك ان مؤتمر صحفي تم تسريب التصريحات بتاعت المسؤول ايا كان المسؤول. يعني هل انت حضرتك كنت حاضر مؤتمر صحفي؟ هل كان في مسؤول من اتحاد الكره كان حاضر؟ لا لا لا, ده عيب. لا ازاي مدير الفني؟ هي المشكله يا استاذ ايمن ان يعني من ساعه ما تولى للامانه حسام حسن وباسمه الكبير طبعا وشعبيته الكبيره جدا, فهو كان يعني هو اللي شايل الشيله يعني, فبالتالي اتحاد الكره مصدره. انا بكلمك بوضوح بمنتهى الامان, وخلينا اكلمك هو اعاد لينا, وحضرتك طبعا يعني تاريخك اكبر مني بكتير واسمك الصحفي اكبر طبعا,
وحضرت الجوهري وحسن شحاتة وحضرت طبعا المدربين الكبار، فبالتالي هو أعاد مرة تانية أن الصحفيين يحضروا مؤتمر صحفي أو يحضروا مؤتمر صحفي لمدير فني كبير أو اسم كبير طبعا، لأن تصريحاته واسمه كل الناس بتستناه، كل الناس بتستناه، لأن في النهاية ده حسام حسن. هو حسام حسن اسم يعني نفسه مش محتاج اي دعاية من صحفي، لكن هو وجوده كمان كمدير فني للمنتخب الوطني المصري يديله كمان بريق اكتر وتقدير اكبر، وبيخلي كل كلمة مسلط عليها الضوء. وبرضه خلينا اقول هو اتكلم بصراحة، يعني انا مش شايف اي حاجة، هو يمكن خانوا بعض التعبيرات او، لكن خليني برضه اقول انه زي ما قلت لك في البدايه، هناك من هو رايح المؤتمر وهو بيدور ومبيت النيه لاقتباس بعض الكلمات او ابتزاءها لتشويه صوره حسام وتشكيك في قدرته على قياده المنتخب، والبعض رايح بحب او بالولاء الانتماء ده مدير منتخب مصر وكلنا بندعمه وكلنا الصف، واحنا دلوقتي وانا وانت دلوقتي واحنا على الهواء بندعم حسام حسن وبنقف في صفه وفي ظهره مع المنتخب الوطني حتى يحقق الـ 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 الهدف بتاعه، وان شاء الله هيقودنا لكاس العالم ويحقق نتائج مشرفه ويجيب لنا كاس الامم الافريقيه. لكن ما نختلفش على شخص ونحاربه من البدايه، لكن انا في البدايه وانا كتبت البوست ده يعني للاسف ان هو حصل على ما نشر ربما بعض الزملاء كانوا غير امنين في الـ في الـ في النقل او في الاجتزاء لتصريحاته، قلت هي كانت جلسه لتقديم مبررات الفشل المنتخب الوطني اللي قدر الله، لان انا لو انا اخذتها بهذه الصوره ما اقدرش اخدها غير بانها مبررات مقدمه لعدم نجاح المسؤوليه. برضه اتكلم هو برضه على انه اتحاد الكره طلبت منه 5 ايام زياده، وقارن انه الانديه بتلعب وبتقول انا في مهمه قوميه، هل المنتخب الوطني مش في مهمه قوميه؟ المفروض تلبي له طلبات. برضه حته المشاركه الدوليين واللاعبين او الانضمام اللاعبين الانديه للمنتخب الوطني في المعسكرات قبل الفتره الدوليه، الكلام ده اعمله مع مع مع, مع, مع لاعبين محترفين بره، لكن ما اعملوش مع لاعبين انديه، لانه لازم الانديه كمان تعرف يا استاذ اسلام انه الهدف من اقامه الدوري والمسابقات المحليه دوري كاف كاس رابطه غيره كل هذه المسميات درجه ثانيه درجه ثالثه كله بالهدف افراز افضل العناصر للانضمام للمنتخب الوطني او تمثيل المنتخبات الوطنيه مش في كره القدم بس، ده في كل اللعبات الاخرى. انت بتقضي على الاساس وتيجي تقول الفرع هو يبقى الاصلي، يعني انا ما اعرفش، لا المفروض لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب ولا في انديه فوق المنتخب. تمام. ما حدش يقدر يقول الكلام ده. تمام. لا. تمام استاذ ايمن ابو عيد الكاتب الصحفي الكبير معلقا طبعا على يعني الجدل اللي اثير حول تصريحات حسام حسن في الجلسه غير الوديه في المؤتمر الصحفي. يا جماعه ده كان مؤتمر صحفي انا كنت حاضره وكنت موجود، يعني مثلا قبلها ب 24 ساعه وانا بقول لك كان في جلسه ما بين الدكتور أشرف صبحي والعدد برضو من الصحفيين يصل إلى نفس العدد، يمكن كان في منهم حضر تاني يوم مع حسام حسن في المؤتمر الصحفي وأنا كنت واحد منهم، محدش طلع قالك دي جلسة كانت ودية فتصريحات وزير الرياضة محدش يكتبها أو محدش يتكلم عليها، ما حدش طلع قال كده، يعني ما فيش حد في الدنيا هيطلع يقول لك. وخلي بالك بقى النغمه بتاعت تم يعني تحريف التصريحات دي نغمه ما عادتش موجوده. ليه؟ لان انت دلوقتي
في التطور الكبير اللي حصل بالنسبة للإعلام المرئي والمسموع والمقروء. ما ينفعش، هو أصلا هو ده مبدأ بشكل عام، إن هو ما ينفعش سواء في تطور ولا ما فيش تطور، بس أنا بكلمك إن في تطور يا سيدي. ما ينفعش إن حد هيتم تحريف التصريحات أو يعني اختزالها أو اكتزائها بشكل أو بآخر. ده رقم واحد. رقم اتنين، زي برضو أنا سمعت داخل المؤتمر الصحفي من أحد المتواجدين يقول لك الجلسة كانت ودية بس قلبت رسمية. مفيش حاجة اسمها أنت ده، هذا هو عندما تدعو 20 صحفي أو 25 صحفي لمؤتمر أو لجلسة، هذه ليست جلسة ودية. أرجو أن يتم يعني الأخذ في الاعتبار فيما يخص أن إحنا ما نقولش أي كلام كده ونرمي كلام غير معقول. ده رقم واحد. رقم اتنين، فيما يخص بقى نقعد نختلف على تصريحات حسام حسن، ده أمر طبيعي. نقعد نحللها زي ما احنا هنحللها كمان شوية مع رضا عبد العال، ونتكلم معاه ونشوف هو بقى من وجهة نظره كمدرب سابق وكلاعب سابق وكمحلل حالي لرؤيته الفنية وتأثيرها من الناحية، نقعد نتكلم فيها. لكن أول لما تحصل مشكلة ولا أول لما تحصل حاجة تطلع تقولك لا ده مش ده ما تقالش، لا يتقال، لا يتقال، ويتقال لك إن الأهلي والزمالك بيقابلوا الترجي ونهضة بركان بلاعبين محليين، والمنتخبات حاجة تانية خالص. أنا اللي كنت حاضر وده اتقال، وده على فكرة ما قيل في التصريحات هو أمر يحتمل زي ما بقولك كده الصواب. أنا موافق عليها، غيري مش موافق. أنا شايف أن حسام حسن من حقه أنه هو يطلع ويضع الرأي العام بمنتهى الأمانة ومنتهى الشفافية. خلي بالك حسام وإبراهيم بيفكروا كده. يعني مشكلة حسام وإبراهيم مع الناس أن هم ما بيحسبوش حاجة. حسام حسن ما حسام حسن يمكن في طبعا اي حد عنده مشاكل كمدير فني وكلها، لكن حسام حسن ما بيحسبش حاجه، بمعنى ان هو بالبلدي اللي في قلبه على لسانه بيقول كده بالبلدي. فلما يجي يكلمك بوضوح في حاجه هو بينقل لك واقع هو شايفه كمدير فني للمنتخب من وجهه نظره. بالمناسبه بعض المدربين الأجانب قالت جزء من تصريحات حسام حسن دي في غرف مغلقة، في غرف مغلقة. فهو حسام حسن طبيعة شخصيته ما بيحبش يخدع حد، لكن في نفس الوقت احنا من ساعة ما جه حسام حسن بكلمك بمنتهى الأمانة، انت بتتكلم في أزمات، وما أزمة محمد صلاح، لا أزمة مش عارف التصريحات، لا أزمة عمر مرموش، لا أزمة، ففي أزمات كتير. ده جزء برضو زي ما قال الأستاذ أيمن أبو عيد من شوية، إن بيصدر لك هل هي شماعات للفشل بعد كده. كل الكلام ده هنتكلم فيه مع النجم الكبير، نجم مصر، النجم اللي الجميع بينتظره، رضا عبد العال. بيواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الاستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربي، والمقرر ليها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. الزمالك استأنف ميرانو الجماعي مساء الثلاثاء بعد الراحة السلبية اللي حصل عليها اللعيبة بعد العودة من المغرب، وشهدت تدريبات الفريق خوض الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى شلبي تدريبات تأهيلية أملاً في التعافي من الإصابة في أقرب وقت للتمكن من اللحاق بمواجهة الأبيض القادمة، في ظل معاناة شيكابالا من الإصابة في العضلة الأمامية ومصطفى شلبي في العضلة الضمة. الجهاز الفني للزمالك عقد جلسة مع اللاعبين لشرح الأخطاء الفنية والتكتيكية اللي ارتكبها اللعيبة في لقاء نهضة بركان الماضي، وذلك لتفادي تكرارها في لقاء الأحد المقبل. كمان منح الجهاز الفني تعليمات خاصة للمهاجمين لاستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الفريق المغربي. وحرص الجهاز الفني للزمالك على وضع برنامج تأهيلي وبدني خاص للثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر،
ففضل الجهاز الفني عدم مشاركتهم في التدريبات الجماعية وتنفيذ البرنامج البدني في صالة الجيم، خاصة وأن الثنائي مش هيتواجدوا مع الأبيض في اللقاء القادم لعدم قدهم إفريقياً. دور الترقي المؤهلة طبعا للدوري الممتاز، واللي هياخدها طبعا او هتبدأ الجولة الاولى فيها 22 مايو بمواجهة الترسانة مع حرس الحدود وسبورتينج مع منتخب السويس، والجولة الثانية هتكون طبعا حرس الحدود امام سبورتينج ومنتخب السويس امام الترسانة، ثم الجولة الثالثة يعني إلى آخر طبعا الجولات اللي انت شايفينها، الترسانة أمام سبورتينج يوم 7 يونيو، حرس الحدود أمام منتخب السويس، سبورتينج أمام الترسانة، منتخب السويس أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم 12 يونيو، الجولة الخامسة حرس الحدود أمام الترسانة ومنتخب السويس أمام سبورتينج، وفي الجولة الأخيرة طبعا 26 يونيو اللي هتكون يعني شبه بقى حسمت خلاص الفريق المتأهل إلى الدوري الممتاز، سبورتنج أمام حرس الحدود والترسانة أمام منتخب السويس، جميع المباريات بدون جمهور، جميع المباريات بقرار من اتحاد الكرة أو رابطة الأندية أن جميع المباريات بدون جمهور، يعني قرار غريب جدا جدا ان لما يكون بيتم السماح للمباريات في الدوري الممتاز بجماهير والأندية الشركات، ولما تبقى الأندية الجماهيرية موجودة مثلا زي منتخب السويس ويمكن هو ده الفريق اللي عنده جماهير بشكل كبير، والترسانة كمان بيجي في المركز الثاني بالنسبة لعدد الجماهير، فبالتالي تم هنا حرمان منتخب السويس ونادي الترسانة من جماهيرهم في مقابل سبورتينج وحرس الحدود طبعا يمكن أندية ملهاش جماهير بشكل كبير، لكن خلينا نشوف ماذا سيحدث في دورة الترقي اللي هتحدد طبعا الفريق المتأهل والمتبقي الصاعد للدوري الممتاز مع غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك وبتروجيت بقيادة كان السيد عيد المتخصص والمدرب القدير في القسم الثاني. انضم لي بقى النجم الكبير وطبعا المحلل الأشهر في مصر وفي الوطن العربي وفي الشرق الأوسط ونجم مصر واللاعب الممتع وطبعا المحلل القدير وصاحب الرؤية الكبيرة وصاحب التصريحات المثيرة للجدل، النجم طبعا نجم مصر ونجم الأهلي والزمالك، واللي بتشرف دايما ان انا يعني تزاملت وتواجدت معاه هنا في برنامج البريمو، النجم الكبير الكابتن رضا عبد العالي اللي كنت دايما وانا صغير بتفرج عليه منبهر بحاجه اسمها رضا عبد العالي في الملعب وفي كره القدم وبمهاراته، وكنت اتمنى ان انا كنت بشتغل او اكون في التوقيت دوت بشتغل صحفي علشان ما كنتش هسيب رضا عبد العالي ده غير لما اديله حقه كلاعب وكنجم كبير بيمتعنا، لكن شاءت الأقدار وشاءت الظروف إن أنا أتشرف بمحاورة واحد من أهم المواهب في تاريخ الكرة المصرية، النجم الكبير الكابتن رضا عبد العال. كابتن رضا حبيبي منورنا ومشرفنا. حبيبي يا أس ربنا يخليك كالعادة المقدمة نارية. لا والله ده حقك أقسم بالله يعني خلي بالك أنا والله لا بجهز حاجة ولا بتاع، أنا بقول لك اللي جوايا وبقول لك واقع
يعني ما بعرفش اقول حاجه للناس ما تكونش حقيقه او واقعيه ومش طالع من قلبك. بالظبط لازم تكون طالع من قلبك عشان توصل للناس. يعني فانا ما ده البرنامج بتاعنا خلي بالك ان هي تطلع من قلبك عشان توصل للناس، هو ده اللي مميزنا. الحمد لله يعني وربنا يميز البرنامج الحمد لله وربنا يمتعنا بهذه الميزه يعني ويبعد عنا العين الوحشه واخد بالك. كابتن رضا وانا في المؤتمر الصحفي للكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن فكان بيتكلم يا جماعه الناس علشان انا بقول الكلام ده علشان هو ما قالش حاجه علشان الناس اللي بتطلع تحلل والناس اللي بتطلع تتكلم والناس اللي غاويه ترند والناس اللي بتقول تصريحات فتصريحات جامده فانا بقول علشان الناس تبقى عارفه. فانا كنت قاعد ورا خالص في اخر الصف يعني انا والاستاذ عصام شلتوت وزميلنا احمد جلال وياسر صادق والمجموعه يعني. فقلت له لما لقيته بيقول كده قلت له على فكره بقول له على الهوا بس هو ما بيسمعش الكلام واحنا هنطلع عليه ترند. لا بس هو بس هو اللي امانه كان رده قال انا ما اقصدش حد معايا يا هو حد بيتكلم عليه غيري بس لا صلى على النبي. لا إيه لا لا استنى بس هو إيه حد بص بالله. هو كله دلوقتي عمال ايه يقول لك ايه لا لسه بدري لا انا من اول الاختيارات وانا عملت ايه حق ربنا يعني سبب الاعتراض مش على شخص حسام يا عم وفي حد كان بيحارب عليه اكتر مني. لا انا لما حسيت انه هو في بعض الاختيارات ما عجبنيش فطلعت بقول حق ربنا حق ربنا عشان كلام زي ما انت بتقول دلوقتي قال كلام ورجع قال لك لا انا ما قلتش واتحرف صح. طيب هو في المؤتمر لما اختار يعني البعض اللي حواليه مش هو لان هو ما طلعش من ساعتها ماليش دعوه ماشي. انا قلت قبل كده معاك ومع فاروق قلت يا ريت يجيبوا متحدث لبق وهم يبعدوا عن القصه دي خالص عشان هم يعني عصبيين هو قوي هو اللي في هم ما بيزوقوش الكلام يا كابتن. لا غير كده كمان ان هم يعني عصبيين هو اللي في قلبهم بيبقى دايما على لسانه ماشي. بس برضو في حاجه اسمها ذكاء. الذكاء ده ان انت لما حد ينتقدك امتص لا ده هم على طول رد فعل يعني انت مثلا الراجل فعل اللي بيتكلموا هم الرد الفعل بتاعهم بيبقى عنيف ما ينفعش وخسروا كتير قبل كده وهم لعيبه وبيخسروا دلوقتي وهم مديرين فنيين واحد مشرف عام على الكوره واخد بالك. فاحنا قلنا المره ومرتين ثلاثه قبل كده ان يجيبوا متحدث رسمي وهم يبعدوا عن يقولوا له قول اللي انت عايزه يبقى طالع من المتحدث الرسمي مش منهم هم. طيب لكن خليني اقول لك ان التصريحات بتاعت حسام لا قبل التصريحات بقى واحده واحده بس عشان نبدا ايه ونقول يا هادي قول يا هادي انت دلوقتي قلت أنا بالنسبه لحسام ابراهيم واقفل لك ازاي انا ماليش دعوه انا بحاول اهديهم يا عم قدر الامكان وبالذات ابراهيم يا عم سيبك من الاونطه دي يا عم سيبك من طب مش انت بتقول لي واقفل لك ايه ده ما بص واقفل لك ايه يعني ما برضو انا بس الصوره خلي بالك دي الصوره دي هتهالي بس خلي بالك خلي بالك الصوره دي الوقفه دي ليك طيب ماشي مش الوقفه دي ليا إيه ما في إيه ما في وانت إيه داخل كوبري قصر مين في اسدين إيه بيعملوا إيه حاجه ايه ده إيه إيه الاسدين واقفين إيه بيعملوا لا حاجه هم اسدين حسام ابراهيم إيه؟ اسدين لا عليك انت على اي حد انما على العبد لله لا هم ناس محترمه جدا إيه؟ تاريخ كوره ماشي خلاص ده خلصنا منه انما تاريخ تدريب لا لسه لا تدريب عنده تاريخ طبعا كبير فين ده الكلام ده مهبط الاتصالات يابا لا انت ما بتقولوش ليه الكلام ده لا 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 اشمعنى ده انت انا هبطت طنطا وانا ما هبطتش هو مسك الاتصالات في الاخر طب ماشي بيمسكها ليه يا كابتن رضا هبطت على ايده هو مسك زي كده بالظبط مع حضرتك تروح تمسك المقاولين العرب دلوقتي لا بص هتبقى انت يا حبيبي لا 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 ما تجملش الكلام بس ما تجملش الكلام ده كانوا عايزين 8 بونت وفاضل بتاع حوالي 6 لا يا كابتن رضا هو ارجع للت بص ارجع لي يا عم هات لي النتائج بتاعت حسام استلم الاتصالات امتى وكان لو كان جاب 8 بونت طب 10 ماتشات بكام ب 30 بونت خليني بس اتاكد بس انا بس خليني اتاكد ماشي اتاكد و 30 بونت وهم عايزين 8 ملوش علاقه ده حسام حسن يا كابتن طب ما هبط الفرقه انا رايح وعملت يعني تاريخ جديد للاردن
للأردن. ماليش دعوه على الاردن دي مصر. انا هنا بعتبر ماليش دعوه، بعتبر ان ده انجاز كبير يابا. انجاز كبير ايه؟ اسمع لا. بس الكلام ما تقعدوش تطبلوا على الفاضي. خلينا بس لا لا مالهاش علاقه، هو مش عشان الكلام ما بيبقاش على مزاجك، ده مش على مزاجي اصل انت. انا بقول لك حق ربنا. هو في مداخله؟ طيب خليني ندخل في التصريحات. لا قبل التصريحات صلى على النبي. انت قلت مواعيد مباراه دوري الترقي المؤهله الممتاز. اه صح. اه مفروض ان انت تقول لي ايه رايك. لا ماشي ده بعدين. لا ما انا هقول لك رايي الفني. ماشي بعدين. لا مش بعدين. بعدين لا والنبي مش بعدين، احنا عشان نخلص الحته دي. اولا اتفضل. الترسانه ومنتخب السويس ده عنده قاعده جماهيريه وهنا قاعده جماهيريه. انا مش ذنبي ان سبورتنج ما عندهاش جماهير ولا الحرس ما عندوش جماهير، يبقى انت كده بقى اعمل مساواه في الدوري الممتاز. ما انت عندك بيراميدز ما عندوش جماهير، وعندك انبي ما عندوش جماهير، وعندك طلائع الجيش ما عندوش جماهير، والبنك الاهلي ما عندوش جماهير، ومين تاني، والداخليه ما عندهاش جماهير، وانبي وفيوتشر ما عندهاش كام فرقه. يبقى انت لما يجوا يلعبوا الاهلي والزمالك امنع الجماهير. صح ولا غلط؟ مش ده حق ربنا؟ طيب انت مع لا بس يعني ده في الدوري الممتاز يا حبيبي، ده دي دوري يعني الانديه دي النادي ده لما هيطلع منهم نادي في الدوري الممتاز اما نشوف جماهيرهم هتكون موجوده ولا لا. متفصله اسمع ده الموضوع لا ما فيش في النبا كابتن رضا، ما فيش تفصيل. انت تتكلم ولا لا؟ ما هو مش اي كلام كده لا لا مش اي كلام، هي مش اتهامات كده وخلاص. لا انا إيه متهمش، انا بقول لك متفصله. إيه هي متفصله دي بلاش منها. طيب انت قلت لي الرابطه، استنى الرابطه مين اللي بيدير الرابطه؟ لا هي بقى بتبقى ليها على لا هي كده كابتن رضا بدليل. لا كابتن رضا، كابتن رضا الحضور الجماهيري ليه اسبابه يا عم. لا يا حبيبي حاجات كتير، يبقى امنع الجماهير على الدوري الممتاز بقى. ماشي انا بس بص ما نقعدش بس نفصل زي ما احنا عايزين يا اسلام. كابتن رضا، كابتن رضا انت اتكلم في الامور الفنيه فيما يخص الحضور الجماهيري وتاثيره، يحضروا بقى ما يحضروش لا بتاعتي ولا بتاعتك، بتاعه ناس تانية وليها علاقه بجهات امنيه. فمن انت بقى ايه انت بتدخل لا هي دي مش قراري ولا قرارك يا حبيبي بجد. يا حبيبي يا حبيبي انما امور فنيه. اتكلمني كلمني عامل دوري الترقي ليه؟ طب هي مذاعه؟ اه مذاعه. طيب مزاعة. ازاي فرقه زي السويس والترسانه عندهم جماهير وانت تقول لي لا؟ ما هو ده زي ما الاهلي والزمالك عندهم جماهير وتيجي تلاعب. طب اقول لك وجهه نظر ثانيه، مبدا تكافؤ فرص. انا لقيت الناديين اللي قدامهم ما عندهمش جماهير، فبالتالي خلي بالك انا معاك في وجهه نظرك بس انا بقول لك وجهه النظر التانية. طب عشان ايه؟ ما هو سبورتنج. لا عشان الرابطه، عشان هو عشان حبيبك بقى انت مش عايز تتكلم. لا لا مالهاش علاقه بحبيبك. ما هوش سبورتنج ده مين اللي ماسكه؟ والله ما مين اللي ماسكه بس؟ مين اللي ماسكه؟ مالهاش علاقه. مين اللي ماسكه؟ رئيس النادي مش فاكر. رئيس النادي ما هو رئيس النادي هو اللي في الرابطه اللي هو عامل. لا لا رئيس النادي لا مش في الرابطه. رئيس النادي اسلام. هات لي رئيس النادي. انا ما بحبش العوج يا اسلام. لا ملهاش علاقه بالعوج. يبقى انت ما كنتش اتكلمت عن الموضوع. لا لازم اتكلم. طب سيبنا نكمل بقى. ماشي بقى تتكلم في الامور الفنيه. حاضر. بص مش انت ضليع، لكن ما تتهمش حد. لا انا ما بتهمش حد. مش انت ضليع. لا دخل جماهير. لا دخل جماهير واكسب عشان يبقى انت تستاهل انك تلعب دوري ممتاز. طب ما انا بقول لك اهو انا بحط يا حبيبي مبدأ. لا ما انا برد عليك بحط مبدا تكافؤ فرص. مبدا تكافؤ فرص للانديه. انت لما بتلعب من غير جماهير عليا وعليك. لا يا حبيبي لا والعب في الملعب. ما احنا بنقول الكلام ده في الدوري الممتاز اللي هو الاهم اللي هو الواجهه واخد بالك. فانت دلوقتي هتيجي تقول لي الجماهير، يبقى لما الاهلي يجي يلعب بيراميدز او الزمالك يجي يلعب بيراميدز ما تدخلش جماهير عشان يبقى مبدا تكافؤ الفرص. هنا انت لايس مش عارف ترد عليا. لا انا سايبك بس هقول لك. لا 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 هقول لك ليه. اهدى بس اهدى اهدى. هو رئيس نادي منتخب السبورت لا السويس. طب ما نحاول نجيبه يا جماعه. اسامه الموشي رئيس نادي منتخب السويس اصدر بيانه قدامكم. لا نملك سوى دعم جماهير السويس بس ونتمسك بتواجدهم. بالظبط كده لان هو ارسلنا اعتراض الى وزير الشباب والرياضه على قرار اتحاد الكره. ممثل النادي في قرعه الدوره الرباعيه ابلغ الاتحاد اعتراض النادي على قرار عدم حضور الجماهير.
طالبنا في وقت سابق حضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وتقديم أي بيانات مطلوبة، وتم رفضه من قبل الاتحاد. دي تصريحات الأستاذ أسامة الموشي. نحاول نجيبها ياسر بعد إذنك لأن كلامه مهم جدا، رئيس نادي منتخب السويس، ونحاول نجيب حد من اتحاد الكرة أو من الرابطة أو من المسؤولين عن القسم الثاني أو الحاج عامر حسين علشان يرد برضو على القرار. اتفضل يا كابتن رضا. نسيتنا كنت تقول ايه ولا خلاص مش مهم، الحمد لله انك نسيت. تتكلم على احقيه الانديه في حضور يعني الجماهير. يعني رئيس نادي طبعا عندهم الموارد الماليه ممكن مثلا تكون 3%، وهو بيعتمد اعتماد كلي في الصعود للدوري الممتاز على جماهيره. احرمه ينفع؟ وبعدين اقول لك على حاجه، رؤساء الانديه دي يستاهلوا لان هم كله بيروح يدي وخلاص ويمشي. لو في اصلا بيعرفوا مين اللي جاي ومين اللي رايح وينتخبوا بما يرضي الله مش هتشوف الكلام ده. بس فهم اللي في الاول وفي الاخر يستاهلوا لان هم بيروحوا يتغدوا غدوه حلوه وتك تك 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 وحطوا يعني بعدها عن الغدا ماشي استقبال حلو وتمام التمام، وانت عارف اصلا مش هيعملوا لك حاجه لما تيجي تزنق زي كده. يعني المفروض دلوقتي يقفوا مع الانديه الجماهيريه زي ما احنا بنقول. ولا يعني انا اسعد واحد ان المحله صعدت طبعا، ولا بتروجيت تصعد مش في دماغي، كنت عايز فرقه جماهيريه والله العظيم. اسمعك الدوري ما بيحلمش الا كده. ما لسه الاستاذ ايمن ابو عيد كان بيتكلم في النقطه دي. بس انا بقول لك، هو هقول لك على حق، هو النادي الاهلي كسب البلدية الدور الأولاني كام؟ 5 مع الرقف. وكان ممكن يجيب 7 و8 و9 صح؟ صح. الماتش اللي فات اتأزم ليه؟ عشان في 1000 ولا 2000 بيشجعوا المحلة وفي ملعب المحلة، فأزم المباراة على النادي الأهلي. هي دي، أنت حضرتك بتتكلم في نقطة مهمة جدا. هو حد بيتكلم في النقطة دي ولا أنا؟ اللي هي مبدأ تكافؤ الفرص. ايوه، لو انت هتطبق مبدا تكافؤ الفرص في دوره الترقي طبقها من باب اولى في الدوري الممتاز، ان كل الانديه تلعب في كل الملاعب. لا مش انديه تلعب في ملاعب محدده وانديه لا، والجماهير ايوه. ما هو بالتالي بقى بالتبعيه انت لما ما انت برضو ما انت ممكن دلوقتي هتلعب في كل الانديه، والانديه اللي بتلعب مش جماهيريه، لا يعني مش محافظات. انت بالتالي انت عندك بلديه المحله مثلا عنده جمهور. اي لا احنا ما بنتكلمش. طب فيوتشر مثلا عنده جمهور؟ فيوتشر عنده؟ لا ما هم دلوقتي كام فرقه، والبنك الاهلي ادي 2 وامبي. ايوه بصرف النظر بقى، خلي كل الانديه بصرف النظر عن الجماهير او من عدمه، لكن فكرة ان انا العب على ملعب مش بتاعي، مش بلعب عليه كل ماتش، مش متعود عليه، انت حضرتك ادرى مني. يعني من لعيب الكرة طبعا لما بيتعود على ملعب معين. هو الدوري زمان كان حلو ليه؟ عشان كل الاندية بتلعب في كل حتة. ليه؟ لا انت كنت بتروح المنيا وماتش بيبقى صعب، حتى ممكن تكون المنيا بتبقى هابطة، بس الماتش هناك في ملعب المنيا هتلاقي كل الجماهير. صح، بداية المباراة كلها المنيا. أيه. بيتحولوا ساعة لما الأهلي أو الزمالك كان بيتغلب في المنيا علشان يا عم ما هو ده اللي كان بيضيع الدوري من أي حد. أي فرقة، أي فرقة في المحافظة، والله يمسيه بالخير. لا أي فرقة في أي محافظة أنت بتبقى رايح 50-50 حتى لو أنت بطل الدوري، واخد بالك؟ بس بتروح الملعب ده بيبقى فيه رهبة. صح. جماهير، واخد بالك؟ ماتش الأهلي والبلدية إحنا هنروح بعيد ليه؟ ماتش الأهلي والبلدية زي ما حضرتك قلت، لا انت كنت حاسس كمان بمتعه في المنافسه خلال الماتش، خلال الماتش نفسه. هنا بقى تكافؤ الفرص. ليه صح. بقى انا حتى مش مختلف حتى معاني. لو المحله معاه مثلا بلديه المحله دخلت 1000 واحد، بس في 1000 واحد بيسندوا اللعيبه. تمام. هو اللي خلى فيه قتال في الملعب. طيب خلى خلينا نروح للاستاذ اسامه الموشي. ايوه، رئيس نادي منتخب السويس المعترض على عدم حضور طبعا جماهير لدورة الترقي اللي هتبدأ طبعا وهتنطلق يوم 22 مايو. أستاذ أسامة برحب بيك. أستاذ أسامة، أستاذ أسامة ماشي، نحاول معاه يا جماعة لغاية لما يرجع تاني.
حاول حاول عشان مسافه طويله. اه بالظبط. فانت حضرتك انا مش مختلف معاك في موضوع التكافؤ الفرص. لازم بقى لازم. بص احنا 2024 العدل في كل حاجه. انا ماليش دعوه مين اللي طالع ومش مين اللي طالع. انا عايز اللي طالع ده يبقى اقوى من الناس اللي فوق. هو انت لو السويس صعد انا عندي السويس يصعد والحرس ما صعدش. ليه الحرس؟ لا لو بص لا 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 بص بص كابتن. لا افهم وجهه نظري بعد كده اتكلم. وجهه نظري لان انت محافظه السويس لما تروح هتلاقي فيه جماهير. حلو. انت النهارده في ماتش العصر كان بيتلعب الداخليه ومين والجونه مفيش الداخلية. اربعه في الملعب. اه مفيش اربعه في الملعب. انا مش مختلف. لا استنى بس استنى بس. النهارده ماتش اقوى بيراميدز وسيراميكا. مفيش 10 في الملعب. صح ما مش مختلف. طيب احنا عايزين بقى ان انت ايه اطلع السويس اطلع اسماعيليه اطلع المنيا اطلع اسوان زي ما انت بتقول اطلع دمنهور اطلع المحله واخد بقى الدوري حلاوته في كده. انا طبعا مع كل الاحترام لكل الفرق بس انا بتكلم من وجهه نظر تانية. انت بتتكلم على الجمهور الجمهور الجماهيريه للانديه. هو ازاي تلعب كوره من غير جماهير؟ تمام. هقول لك على حاجه. المواهب دي كلها من اول كابتن محمود الخطيب لغايه مين لغايه مصطفى فتحي امهر لحد في في الكوره دلوقتي. تمام. صح تمام. اقسم بالله ما هيديك بخمسة جنيه ثم ما فيش جمهور. صح. انا لو لعبت انت عارف لما كنا بننزل مثلا والجمهور في التقسيمه مش هو المعتاد انت كانك بالظبط رايح تادي واجب. ده في التقسيمه. ده في التقسيمه. ما بالك بقى الماتشات. الكلام اللي حضرتك قلته مع الوضع في الاعتبار ان الانديه الثانيه اللي ما عندهاش جماهير مديه قوه ومنافسه في المستوى بدليل ان بيراميدز متصدر الدوري. لا بيراميدز دي حاله. انا بقول لك بص بص طب ما انت عندك انبي وفيوتشر. لا معلش شارك في افريقيا. لا بص وسيراميكا برضو ظهر بشكل مميز وعنده ايمن الرمادي. ما هل يكمل اللي يبقى زي بيراميدز ده اللي هو ينافس. ماشي انا معاك. انت عارف حتى لو 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 انت مثلا في انديه جماهيريه او انبي فتره من الفترات بس خلاص بقى بقاله كام سنه يعني بيفرغ ويبيع. طيب لا انا خلينا ناخد الاستاذ اسامه الموشي رئيس نادي منتخب السويس المعترض طبعا على عدم حضور الجماهير. استاذ اسامه برحب بيك. برحب بيك يا استاذ اسلام وبرحب بالكابتن مصر الكابتن رضا عبد العال. حبيبي يا استاذ اسامه. اهلا بحضرتك. ايه الحمد لله. انت ما دربتش في السويس خالص يا كابتن رضا؟ ما لحقتش للاسف. طيب لا كابتن رضا كذا مره بس ما كانش يبقى لنا نصيب يعني يبقى موجود معانا. يعني حصل مفاوضات يعني. لا يعني ما كانش ليه نصيب ان لا يعني احنا كل لما نيجي نتعاقد معاه يكون هو مسك فرقه قبلينا يعني حظنا. كابتن رضا انت عارف يعني هتلاقي كنتوا بتعرضوا فلوس قليله بس. لا 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 لا, لا بامانه لا والله يعني هي الظروف. كابتن رضا انت عارف يعني ايه هتلاقي سعره غالي. والله ابدا يا عم ما تديش والله ابدا. بيقوم رايح على طول مثلا للفرقه اللي هتدفع على لا والله على طول. والله ابدا انا بحب الانديه الجماهيريه واحب اشتغل دايما تحت ضغط دايما الجمهور ده هو بيبقى سندك وهو بيبقى الاختبار الحقيقي ليك. طيب ثواني بس. انت لما كان في مفاوضات مع مثلا منتخب السويس ما حصلش نصيب ورحت بقى ساعتها دربت مين؟ يا لهو لو دربت فرقه شركه. لا ما انا ما دربتش شركه خالص. بيلي لا انا ما اتصالات مثلا دفع فلوس طنطا دمنهور بلديه المحله نبرو طبعا بني عبيد كان بهتيم قبل كده. ده البدايه كانت بهتيم. لا انا بكلمك على اللي هي الانديه اللي كانت في القسم كلها جماهيريه كلها عندها جماهير واخد بالك طبعا نيل سوهاج في سوهاج واخد بالك هو ده الوحيد اللي كانت شركه. دول بقى اللي انت فضلتهم معنا. لا ده دي بعد بهتيم يعني. طيب. كان لسه برضو ايه انت لسه هاد زي هتلين. طب خلينا ناخد الاستاذ اسامه. اتفضل اسامه. يعني هل حد سال في الاعتراض اللي حضرتك اعترضته هل ممكن نلاقي تراجع من اتحاد الكره او ممكن بلاش تراجع علشان كلمه كبيره هل ممكن نلاقي يتم السماح للمنتخب السويس بحضور جماهيره ولا ايه؟ بص يا استاذ اسلام احنا مع الدوله ومع تعليمات الدوله وكلنا شعب تمام. السويس كله حضرتك احنا كان عندنا ماتش الكهرباء الجمهور السويس جه يخش الامن قال له لا احنا هندخل 25 يبقوا موجودين
سيادتك الجمهور جه من السويس في ماتش الكهرباء لغايه ماتش ملعب بطرسبورت، الامن قال له انا مش هدخل غير دول. الجماهير نفسها اكتر من 120 واحد طلعوا قعدوهم على قهوه اتفرجوا على الماتش والتزموا بتعليمات. يعني شوف انا بقول لحضرتك سافر من السويس وجاي على بفلوسه وجاي وكل ده والتزم بالتعليمات اللي تقول عليها لما الامن يقول، والناس كانوا فعلا الامن الموجود امن القاهره التزمنا بكل اللي قاله والجمهور شجع وهتف لفرقته. قال ان احنا عندنا الجمهور اللعيب رقم واحد عندنا في منتخب السويس هو اللي بيحرك الفرقه. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال يا استاذ اسامه، اتفضل. هل عدم حضور الجماهير هو قرار اتحاد الكوره او قرار لجنه المسابقات ولا قرار امني؟ هو لجنه المسابقات حضرتك، لان هو النهارده احنا والنادي التاسع يعني مش قرار امني. لا سيادتك يا فندم، يبقى خلينا نتكلم على الاتحاد الكره ولجنه المسابقات. ما هم لما بيزنوا يقول لك امني يا فندم. يا فندم سيادتك معالي الوزير الشباب والرياضه اشرف بيه انه نزل تصريح علني ان كل الانديه بالساعه الكامله، يبقى فين الدوله مش بتقول لو الامن معترض مش هيطلع القرار سيادتك؟ طبعا لان الامن قال لك الدوله واخده قرار بزياده عدد الجماهير في الدوري الممتاز ل 30,000 والساعه الكامله في المباريات الافريقيه للانديه وللمنتخبات. طب يعني اذا الدوله بتساعد يعني الدوله هو واحنا بنلتزم احنا كل اللي طالبينه ان يجي اعضاء النادي، انا هبعت لك كشف باسم عضو النادي برقم عضويته برقم بطاقته وحضرتك انت هيخش وهيجي لك كشف معتمد بالنادي. طيب هرد عليك الناحيه الثانيه، يقول لك طب ما هو ده مبدا يعني عدم تكافؤ فرص، انت عندك جماهير فبالتالي لجنه مسابقات في انديه زي سبورتنج وحرس الحدود ما عندهاش جماهير، انت والترسانه عندك جماهير فبالتالي ده هنا ما فيش تكافؤ فرص بين الاربع انديه. ما في حل بعد يا فندم في حل. اتفضل. ان انت في مباراه السويس على ملعبه جماهير يخش زي ما هم عايزين، لما تروح انت في ملعبك في سبورتنج ما تدخلش حد. هي المباريات هتتلعب كلها في ملاعب محدده يا استاذ اسامه ولا؟ ايوه فندم السبورتنج راح المكس وحرس الحدود في المكس واحنا في ملعب الجيش في السويس والترسانة في ملعبه في حسن الشاذلي، يعني كلها ملاعب يعني موجودة ومقننة. أنا بقول لحضرتك، أنا مش بقول لحضرتك اعمل لي الساحة الكاملة، أنا بقول لحضرتك اعمل لي. وأنت حضرتك إحنا كمجلس إدارة من نادي منتخب السويس بنتكلم على السويس، إحنا ملتزمين بحضرتك بالجماهير. وإحنا النهاردة أنا شوف أنا بقول لحضرتك، أنا ضربت لحضرتك مثل إن الجمهور في ماتش الكهرباء إسماعيلية الامن قال له هم دول اللي هيخشوا المحددين، بقيه الجماهير الامن هو اللي خدهم ودخلهم كافيتيريا وقعدهم وبعربياتهم وفرجهم على الماتش، والناس بعد الماتش خدنا بعضنا واحتفلنا في محافظه السويس لما ربنا كرمنا وفزنا على قرار الاسماعيليه. يعني الناس حتى ملتزمه، حتى الامن قال له ما تخشش قال له حاضر يا فندم. يعني احنا بنقول احنا مع الجهات الامنيه، واحنا احنا يا فندم ما نملكش غير جمهورنا. هو انا نادي سبورتنج ده هل هي ممكن اعتبرها شماعه يا استاذ اسامه؟ يعني البعض يجي يقول لك من اتحاد الكوره، معلش استحملني، ان البعض يقول لك هو المسؤولين في نادي منتخب السويس بيصدروا مشكله الجماهير علشان لا قدر الله لو ما صعدوش للدوري الممتاز تبقى شماعه بعد كده يلجاوا اليها بان هم تم حرمانهم من الجماهير. يا فندم احنا مفيش حد بيعتمد، لان انا النهارده انا مش بتكلم على شماعه ولا حضرتك، لا انا بطالب بحقي. انا النهارده لو الدوله قالت ان احنا مثلا كان مفيش جماهير موجوده في الملاعب، كان الامن قال لنا مفيش حد يخش غير 25 بنلتزم زينا زي لكن لما الدوله تنزل قرار حضرتك، هو انا اللي منزل القرار ده؟ الدوله ممثله في وزير الشباب والرياضه هو اللي منزل القرار وهو اللي قايل. حضرتك الاهلي والزمالك لما بيلعب بالساعه الكامله هل دول جماهير ودول مش جماهير؟ هل دول مواطنين مصريين ودول مش مواطنين مصريين؟ سيادتك دول مواطنين مصريين محترمين ودول مواطنين محترمين. احنا بنطالب بالمساواه، احنا النهارده بنطالب بالمساواه. هل انا النهارده عندي امكانيات زي نادي سبورتك انا بلم للفرقه عشان اسافر؟
يعني انا ما عنديش امكانيات، الجمهور بتاعي بيطلع مكافاه، الجمهور ده بيطلع مكافاه بيديها للعيبه من جيبه الخاص لان انا نادي شعبي فقير. هو فعلا فعلا يا استاذ اسامه، لان انا جات لي المعلومه دي ان فعلا الجمهور هو اللي بيلم مكافئات اللعيبه، وان وان عدد ما يمكن كل لاعب ياخد 1500 او 2000 جنيه، وان في ناس بتدفع سواء في محلات حتى وفي ورش في السويس علشان اللاعبين. يا فندم ده حصل على حضرتك، في ناس ما معاش غير 500 جنيه في جيبها دفعتهم وهي ما معهمش غيرهم في جيبه، ورجع رجع بيستلف ليه؟ عشان حابب ده. ما هي دي الانديه الجماهيريه زي ما الكابتن رضا بيقول لحضرتك، الانديه الجماهيريه دي عيش، الناس دي بتحب محافظتها وبتحب ده انتماء سيادتك. يعني احنا النهارده لو حضرتك شفت يوم ماتش الكهرباء قد ايه الجماهير اتفرجت على شوارع السويس. اقول لك بمنتهى الامانه، انا اتفرجت فعلا على المباراه دي، والجمهور هو اللي كان سبب في فوز الفرقه، لان الفرقه انا بكلمك بمنتهى الامانه في اليوم ده، انا بتكلم على ماتش كهرباء الاسماعيليه، المستوى كابتن رضا ما كانش ايوه عشان شد وعارفين ان في جماهير، يعني تحس بالظبط ان في ضغط نفسي، ايوه ضغط نفسي عليهم لان دي مباراه صعود. بالظبط، ممكن اللعيبه تبقى حتى الجول الجول اللي جه يا استاذ اسامه من ربنا يعني سبحانه وتعالى، عشان احنا ونعمه بالله يا استاذ اسلام احنا عشان كده بقى بيتمسكوا بالجماهير، يعني احنا بنتمسك يعني انا بقول لحضرتك حتى واحنا في الماتش الجمهور ناس ذواقه، جمهور السويس ذواق فاهم كوره، لما بيلاقي رتم اللعيبه كان بيعمل الباور اللي بيخلي اللعيب يرجع تاني. حضرتك انا في لعيب عندي لو شفت جسمه خد ضربه في ظهره، والله لو شفت جسمه علامة السودة دي في ظهره بشكل هستيري، انت لو شفتها تقول ان اللعيب ده مش هينزل يلعب تاني، اللعيب نزل ولعب وقاتل تاني ونزل في الملعب، صدقني بيقاتل. ليه؟ شايف الناس الحلوة دي بتشجعه، شايف ان عارف ان في فرحة محافظة بالكامل. انا بقول لحضرتك محافظة السويس بالكامل يوم ماتش الكهرباء ده كله نازل بوست بيقول يا رب، ما بيقولش حاجة غير كلمة يا رب، فمعنى كده ان دي محافظه، ومحافظه محتاجه تفرح، يعني احنا محافظه السويس محتاجه تفرح، يعني عندها طيب الناس هل عاوزه تفرح. هل هيتم استجابه للطلب ولا الطلب يعني صعب ان يتم؟ يا فندم احنا عن جميع المسؤولين في من اول وزير الشباب والرياضه احنا رايحين له ان شاء الله، وبعتنا جواب كده ورايحين له نقابله، لان احنا بنقول احنا ملتزمين بالدوله تقوله، الدوله قالت مفيش جماهير للناس كلها طبعا وطاع، اشمعنا احنا؟ اشمعنا احنا اللي ايه؟ طب ما هو قايل للناس كلها استاذ اسامه فندم، فين يا فندم سيادتك الجواب؟ قايل للاربع فرق، ايوه عشان في هدف محدد. طب والنبي في فريقين يا ابني سيبنا نتكلم، لا مش هسيبك تتكلم، اتفضل يا استاذ اسلام. يا استاذ اسلام اتفضل، انا في معلومه جات لي من الاسماعيليه ان في احد المسؤولين بعد ما خد موافقه الاستاد الشرقي ما رضيش يعمله في استاد الشرقي، وقال لك اعمله في نادي المكس عشان لو جمهور السويس راح الطخب يخش منطقه عسكريه. يا فندم في حد بيفكر في الشيطانه دي؟ يا فندم احنا يعني بنقول ايه؟ مش فاهم، انا مش فاهم والله، انت جبت الخلاصه كده يا فندم. انا بقول لحضرتك انا مش عايز اتكلم الصبح يا استاذ اسامه، انا مش بكامل يا استاذ اسلام، انا بقول حقايق وحضرتك أيوة. تقدر قول لي بس، قول لي ماشي يعني ايه؟ مش فاهم لان المنطقه العسكريه مش هتدخل الجماهير، انما هناك في الاسكندريه الجماهير هتخش عادي. جمهور السويس دي في منطقه عسكريه، استاد المكس ده منطقه، بس بالراحه بس، لو انا بس انت عارف الشيطان اللي عمل كده. اهدى بس يا كابتن رضا، استاد الماكس ده هو طول عمره ملعب حرس الحدود، تمام سيادتك؟ طيب ده طول عمر من ساعة ما صعد حرس الحدود. يا فندم انا مش بتكلم على النادي حرس، على فكرة فطبيعي كل القيادات بالراحة بس يا استاذ اسامة. اتفضل يا فندم. حرس الحدود ده بيلعب فين طول عمره؟ في الماكس. طيب ملهاش علاقة بقى باللفة دي؟ لا لا لا، اللفة حضرتك اللي حضرتك أنا بقول لحضرتك اهو، لا يعني بعيدة تماما، لأن ده ما الملعب الأساسي لحرس الحدود هو استاد الماكس، يبقى العب في استاد الماكس ولا العب في استاد اسكندريه؟
يا فندم انا هو احنا انا انا ما بتكلمش على علاقه بالجمهور خالص يا استاذ يا فندم. انا ما بتكلمش فعلا على حرس الحدود. انا ما بتكلمش على حرس الحدود. هو مين اللي كان هياخد اللي هو بتاع الشط دي؟ هو حضرتك تقدر تسال. هو حرس الحدود يا هو مين اللي هيلعب في اسكندريه؟ حرس الحدود يا فندم. نعم يا فندم يا فندم يا استاذ اسلام. حضرتك تقدر تسال المرتبين. سبورتنج هيلعب فين يا استاذ؟ في الماكس برضه يا فندم. طيب ما فيش مشكله. ما يعني ما فرقه حرس الحدود هو انا حر بقى كجهاز فني واداره بختار الملعب اللي يناسبني. لا بس فنيا واحنا مش معترضين على كده. أيه طب يعني الحرس هيلعب في الماكس انا برضه العب في الماكس. ايوه ايه المشكله؟ لا طبعا مش ايه المشكله. اتفضل يا استاذ اسلام. على راي يا استاذ اسلام انا تحت امرهم في اي ملعب هم هيقولوه. وزي ما تشتك هو سبورتنج كدا. سبورتنج كان بيلعب فين في طول الموسم؟ لا في سبورتنج كان بيلعب في بس ملعب ترسان داخل النادي فما فيهوش طبعا. ايوه المواصفات المواصفات فيها أيوة. لا هو هنا بص يا كابتن يعني هو هنا هو حر انا اختار ملعب الماكس اختار ملعب براحته يا فندم براحته لكن ملهاش علاقه بال انت طالب بالجمهور بتاعك زي ما انت عايز. ده انت طبعا ده حقك. ما انا مش بالعكس انا مؤيد جدا انك انت تطالب بحقك. بس هو حاطط الماتش الاولاني سبورتنج ومنتخب السويس هناك. طب ما تعكس. لا دي قرعه. قرعه ايه؟ دي قرعه اتعملت. ده قرعه ده قرعه لا لا مش محطوطه بالمزاج. لا لا قرعه حمراء. استاذ اسامه يعني ما يعني هل هيتم بقى في جلسه مع حد من المسؤولين في اتحاد الكوره او مع الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه ولا احنا هنعمل ايه الفتره الجايه؟ في كل الطرق بنروح يعني احنا ان شاء الله عن رايحين اتحاد الكوره لان هو طبعا الاستاذ جمال علام في مش موجود واتكلمنا مع انا بقول لحضرتك في انديه بتدعم نادي منتخب السويس في نفس المجموعه بتاعت اسكندريه دي وفي نفس وناس بتدعمنا بتتكلم مع الاساتذه اتحاد الكوره لان هم بيطالبين النهارده انت بتفتح الساعه كامله اشمعنى الدوره دي مش معنى الناس يعني ما انا برضه انا هي مش مباريات مذاعه يا استاذ اسامه مذاعه يا فندم. طيب ايه المشكله يا فندم؟ انا زي ما انت حضرتك يا عم. انت حضرتك قلمك بص يا استاذ اسلام انت قلمك هو سلاحك صح. انا برضو انا مش بطلع مبررات صح. انا ربنا يعني انا زي ما بقول كده انا راجل فقير بس ما عندي حاجه ميزه انت ليه بتحرمني منها؟ هو انا النهارده امكانياتي زي نادي سبورتنج العظيم ده اللي فيه اعضائه كلهم بشوات وبهوات انا دي ناس يعني بلاش موضوع الطبقيه دي يا استاذ اسامه يعني والله يعني هو عندهم فلوس يعني الناس اللي في اعضاء نادي سبورتنج ناس محترمه طبعا واعضاء نادي المنتخب احنا ما قلناش غير كده يا استاذ اسلام يا حضرتك الجميع سواسيه يا استاذ اسامه يا عم الراجل ما قالش حاجه غلط الراجل بيقول لك يعني ان امكانياته الماديه اعلى والنبي يا كابتن رضا حاضر انا يا فندم ما اقدرش دول ناس محترمين انا بقول ايه امكانيات الناس اللي هناك بسم الله ما شاء الله يقدروا يقوموا بدوله انا مش بتكلم على ان دول انا بتكلم في الامكانيات على ماشي امكانيات بس لكن ناس فوق دماغنا انا ما اقدرش اغلط في اي حد لان انا ولا انا راجل محترم لا انا يعني ما بقولش انت غلط انت راجل محترم جدا جدا الله يخليك يا استاذ فانا بقول بس انا عندي حاجه واحده بس حضرتك قول لي مثلا 5000 يخشوا 1000 يخش 7 قول لي الاماكن اللي انت حد وقول لي المواصفات قول لي وانا ذنبي ايه ان فرقه ثانيه ما عندهاش جماهير انا ذنبي طب هل تواصلت مع حد من المسؤولين مثلا غير الاستاذ جمال علام يعني هل في حد ثاني ولا لا؟ كلمت اغلب اعضاء مجلس الاداره الاتحاد. قول لي بالاسماء كلمت مين؟ انا كلمت الاستاذ محمد ابو الوفا والاستاذ خالد بس هما النهارده كلهم في العزم مع في اللواء مشهور ربنا كلهم يعني فكلهم في العزة لكن احنا متواصلين بكره لان احنا بكره رايحين للاتحاد ورايحين الوزاره لان طيب احنا انت لما كلمت محمد ابو الوفا قال لك ايه؟ لما كلمت خالد درندلي قال لك ايه؟ يعني كل كلام ان احنا هنشوف حاضر وهنرد على حضرتك بس هم دول اللي انت كلمتهم ولا في حد تاني كلمته؟ لا الدكتور ايهاب الكومي التليفون بتاعه مقفول وجمال بيعلم لان هم خارج البلاد فعشان كده تليفوناتهم مقفوله
طبعا في شخصيات كتيره ما يعني بترد وفي شخصيات ما بتردش يعني على التليفونات يعني. فاحنا مش القصه تمام القصة تمام يا استاذ. انا بعت رسمي جواب رسمي سيادتك النهارده سلمته في لجنه المسابقات جواب رسمي, وبعتنا لمعالي الوزير الشباب والرياضه برضو جواب رسمي. احنا مش بنطالب بحاجه, لا احنا بنطالب بحق شرعي للشعب السويسري ان هو يفرح وجمهوره يشوف فرقته ويساندها. تمام يا استاذ اسامه, انا بتمنى لك طبعا التوفيق, وتشرفنا بيك استاذ اسامه الموشي رئيس نادي منتخب السويس احد الفرق الاربعه المشاركه في دوره الترقي المحدده للفريق الثالث الصاعد للدوري الممتاز مع بتروجيت وغزل المحله. فاصل ونرجع بقى نكمل مع رضا عبد العال. رجعنا للنجم الكبير الكابتن رضا عبد العال. كابتن رضا نرجع نعم. بقى لتصريحات حسام وفي المؤتمر الصحفي عشان ناخد الترند بقى. هل عشان ناخد الترند هل فعلا التصريحات دي يعني بكلمك بجد يعني قول لي واحد واحد ونقول لا على واحد. يعني انا بكلمك على الدوري لم يفرز لاعب او لا يفرز لاعب دولي. لا طب نبدا من البدايه, هو عمل المؤتمر ده ليه او اللي هو المؤتمر السري ده عشان يوضح هو عشان ليه؟ يوضح ان في هوضح ايه ما عملتوش ليه بعد هقول لك بعد البطوله ان التجمع هو طلب 10 ايام من الاتحاد ما ينفعش ادوا له 5 ايام ما ينفع. بص في اجنده عمر مرموش في اجنده وفي ماتشات اهلي وزمالك وفي ماتشات دوري في اجنده. انا مش أنا جاي انا بقول لك هو بيحطك في الصوره. لا بقى. هو متقمص شخصيه الكابتن محمود الجوهري مش عيب برضه. لا بس هو عنده شخصيه يا حبيبي ماشي. انا بتكلم على الفكر اللي هو رجعنا 30 سنه لورا واخد بالك. فانا بقول لك دلوقتي انت عامل مؤتمر ده اللي كان بيعمله الكابتن جوهري وماله على فكره. هو اي مدرب يا كابتن لا طبعا اي مدرب من حقه لا ان مش هو من حق. يعمل مؤتمر لا لا اصل انت بتقول ده انت علقت عليها. انت بتقول ايه هو جايب الناس عشان يشوفوا له ايه اللي لا انا معترض على ان انت تجيبني كصحفي وتقول لي رؤيتك. لا انا مال انا ايوه انت لعبت كوره لا بصرف لا انا بتكلم على بس بصرف النظر كلهم قطع مش شغلتي. لا لا استنى لا هو انا هو انا مسؤول في اتحاد الكوره. طب اما بقى مسؤول في اتحاد الكوره اقول لك يا باشا رؤيتي وتعالى بقى اوريك انا لا برضو بص انا بتكلم دلوقتي مع كل الاحترام للصحفيين. ايوه طبعا شغلتهم صحفي. حد لعب كوره فيهم يعني في منهم لعبوا في منهم لا سمع يعني في الدوري والكلام لا ده لا مالهاش علاقه. لا ليها الرؤيه مالهاش علاقه لاجل النبي لاجل انا عايز اوصلك قول اللي انت عايزه. انا دلوقتي عشان اخد رؤيه الصحفيين وهم ما لعبوش كوره مش هيفيدوني بحاجه يعني مش مختلف معك كتير. يبقى انت كده جايبهم عشان تلمهم عشان لو حصل حاجه. لا هي بس الكلمه انا معترض على كلمه تلمهم دي. امال اقول له ايه؟ لا هو بيوضح ليهم الصوره. لا ما مش من حقهم بيوضح ليهم مش من حقهم. لا هو هنا من حقهم اعلاميا. لا الكلام ده لما من حق المدرب اعلاميا. لا لما تعمل مؤتمر رسمي. ما هو ده مؤتمر رسمي. لا يا حبيبي ما انت قلت انا بقول لك ان مفيش حاجه اسمها تجيب 25 صحفي وتقول مؤتمر ودي ولا لا مفيش مؤتمر ودي. ده كان مؤتمر صحفي قفل بس سيبك من اللي انت بتسمعه ده. انا اللي بقول ده مؤتمر صحفي ماشي ماشي. فانا اخلع العبايه بتاعت الكابتن جوهري خلينا في 2024 واخد بالك. انت دلوقتي جبت الصحفيين مش هيفيدوك بحاجه في اي تحليل. لا هيفيدوا ان هم بيطرحوا فكره للراي العام وانا وانت قاعدين بنتكلم بسبب المؤتمر الصحفي. مش هيفيدوه في شغله هو معاك اللي هو في اختيارات اللعيبه في التجمعات. ده ده ده, ده بيعمل بيبني ايه بقى يا اسلام زي ما يعني مش هيحل مشاكله يا كابتن رضا. لا طبعا مش هيحل أيوة صح. ده بالعكس هم صدروا له المشاكل. لا مش صدروا له. لا صحفي ما صدر له. لا صدر بالكلام اللي هو تصريحاته. ايوه ما هو دلوقتي مين اللي قال التصريحات؟ كابتن حسام. ولما جه قال لك اتحرف فيها
لا هو ما تعرفش، سيبك بس. هو لا مش هو قال كده، هو مش هو اللي قال، بس يعني هي مين اللي قال؟ واحد من الشارع ولا حد من الجهاز؟ حد من الجهاز. طب وينفع؟ لا طبعا ما ينفع. ما بص، ما ده بدايه ان ايه يعني، هو عايز يرمي لك حته ان ماشي اللي ضايع. هو المنتخب ضايع. بالظبط، واخد بالك؟ ماشي. المنتخب ضايع وانا بمسك ناس ما تعرفش راسي. مش هو قال كده؟ لا يعني باص اتنين تلاتة وتتقطع. صح. طب ما انت لما كنت ماسك كان كده. يعني انت مسكت المصري كان كده الا في المرحله الاولانيه بس. ماشي، بس لما جه في منتخب مصر الموضوع مختلف. طب وانت برضه في منتخب مصر في الماتشين شفت ان حد بيطلع بالكوره كويس؟ طب لا ما لحقش. ما هو قال لك انا ما بلحقش احفظ الناس. انت قعدت 10 ايام. لا هو قال لك انت قعدت 10 ايام، قال لك ده اول تجمع وانا ما لحقتش. ما لحقش ليه؟ ما انت كنت. طب استنى بس، ما انت جايب دلوقتي لما بتقول لك ايه اتنين احسن اتنين لعيبه في منتخب مصر هم اتنين بس حصل. طب وفين محمد هاني اللي انت وابراهيم حسن قلت؟ لا هو بيتكلم على افضل لاعب في مصر مش افضل لاعب في يا عم في لعيبك. ما انت لو لعبت مصطفى فتحي يبقى احسن لعيب في مصر. لو لعبت عمر كمال عبد الواحد يبقى احسن لعيب في مصر. لو كنت لعبت لا يعني قدرات افضل لعيب في مصر يا كابتن رضا بالراحه، بس هي زيزو وامام عاشور افضل لعيب في مصر. لا 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 طبعا، اللي هو مؤثر جدا جدا. لا لا حبيبي، لا مع زيزو وامام عاشور في منتخب مش قد كده. ايوه ماشي. لا من قبل ما يجي حسام. انا بتكلم محليا. احنا بنتكلم او مصطفى فتحي. لا بص، مع كل دول بتحبه. لا مش عشان بقول لك كل دول ما بياخدوش الفرصه في المنتخب زي ما بيلعبوا في النادي. تمام. يعني ماشي. انت اول ماتش لامام عاشور بقى ان هو يلعب اساسي بتدفى ان هو راح الاهلي اللي هو ما كانش راح اصلا بطوله افريقيا. بس هو لعيب كويس يا عم، ما اختلفتش. انا بكلمك، ما انت قلت اتنين لعيبه ماشي، انا قلت لك عليهم خلاف. لا طبعا. طيب ما انت قلت محمد هاني، مين اللي قال محمد هاني احسن باك رايت؟ هو بيقول لك احسن باك رايت في مركزه. لا طبعا، لا ما في احسن باك رايت في مركزه عمر كمال اللي النادي الاهلي ده دلوقتي يا كابتن. يا عم لا، ده من افريقيا. هو لما قال بيتكلم على محمد هاني والاداء الدفاعي بتاعه. عمر كمال ده لعب امتى مع المنتخب؟ مش من ايام بجانب عمر جابر دلوقتي. وعمر في الفتره الاخيره من احسن باكات رايت في مصر. طبعا للامانه، خبره بقى وبيعرف يوزع مجهوده وقافل الحته دي ومحدش بقى يعمل زي الاول ويروح. صح. من ناحيتها ويخترق ويجيب. صح. واخد بالك، احنا بنتكلم كوره. فانت مفروض ككابتن حسام حسن اللي هو زي ما انت بتقول عمل من الفسيخ شربات في الاردن، ما تتحججش. ما تتحججش، انت معاك لعيبه، هي دي القماشه. ما انت ما فيش ابو تريكه وهم مخبينه عنك. او مثلا النادي قال لك مش هديهولك. او مثلا هي فكره انت عايز تقول ان قدرتك القماشه دي انك انت تصنع بقى فرقه. بس انت مش كنت بتروح وقال لك لما اول ما اشتغل قال لك بيعمل من الفسيخ شربات لما مسك الاتحاد ومسك المصري والزمالك ومسك واخد بقى، مش ده اللي حصل؟ وبيصنع لعيبه. وخلي بالك وانت محدود ب 25 لعيب دلوقتي. انت عندك لعيبه مصر كلها بالمحترفين. تمام. ما تبدا هو بس عايز يوصل للراي العام ان انا لو حصل حاجه انا قلت لكم وبلغتكم، دي رقم واحد. رقم اتنين، لو هو ان شاء الله ودي هتحصل ان وصلنا كاس عالم، هيقول لك لا ده انا اللي وصلت لان انا اشتغلت واجتهدت وخليتك وصلت كاس عالم بفكري. وصلت يعني هو لو حصل حاجه يقول لك ايه انا قايل لكم الاول ما حصل يعني ان شاء الله نكسب ونقول، يقول لك لا ده مجهودي بقى ورؤيتي وفكري والاستراتيجيه بتاعتي وفلسفتي. طيب انت يا عم حسام من البدايه اهو، انت حاسس او خايف ان انت ما توصلش؟ قدم استقاله ومحدش هيقول لك لا. لا هو ما قالكش كده. لا انا بكلمك، هو قال لك الناس اللي بتقعد في الاستوديوهات بيحسسونا. طب ما هو كان بيقعد في الاستوديو. احنا وصلنا كاس عالم. استنى بس يا جماعه، احنا لسه ما وصلناش كاس عالم. استنى بس، ما انا بقول لك اهو ده شغله. انا مش عارف قصده مين، ما اعرفش. هو يا عم هو في حد غيري؟ بس هو في حد غير العبد لله؟ اهدى بس اهدى. هو انت تشاور عليا وتقول لي مش عارف ايه؟ بيقول لك ايه؟ هو قال لك الناس اللي في الاستوديوهات وعمال يعمل عليا كده. ماشي، انا بقول لك ما هو الناس مين؟ ما هو انتم مصدرين يا كابتن رضا؟
هو ده اللي عايز يقوله ان انت خلاص وصلت كاس عالم. ده طبيعي. ده لان انت هتلعب بوركينا وغينيا بيساو. اسمع لو عم حارس ميسي. وهو الراجل. لا بس. لا لا معلش انا بكلم اي حد هيمسك. كل الاحترام لعم حارس. اي حد هيمسك هنوصل كاس عالم. هو قال في محللين فنيين ما قالش اسمك بقى. بس. هنا انا مش عارف مين بس انا بقول لك لا لا انت بتشاور انا بكلم انا اللي بقول انت بص واول ما انت بص اه بص مش انا اللي بقول لا ايوه انا اللي بقول ما انت بتشاور عليا ليه ما يا ماجد هو انت مش محلل فني ايوه بس انت بتشاور عليا ليه هو انا المحللين الفنيين يا عم انا عارف ان انا هو في حد بس انا بس لا هو في حد لا في ناس تانية محسسه لا 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 مين الراي العام ان احنا خلاص وصلنا هو الراجل عايز يقول لك احنا لسه ما وصلناش يا جماعه بس خلينا نطلع فاصل لا قبل الفاصل ونرجع اهدى بس عشان استاذ ماجد يعني بيزعل يا استاذ ماجد هات هو بيشاور عليا والنبي يلا ها القطه كده عشان يلا ايه يلا استاذ ماجد يلا فاصل ونرجع نكمل مع بعض غدرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مساء اليوم الأربع مطار القاهرة الدولي في طريقها لتونس وخاض الأهلي مرانو الختامي في القاهرة عصر اليوم الأربع قبل التوجه لمطار القاهرة استعداداً للسفر لتونس لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وتوجه خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي لتونس برفقة سمير عدلي المدير الإداري خلال الساعات الماضية للترتيب لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها لتونس والإطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب وهيلتقي الأهلي مع الترجي في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قائمة المارد الأحمر اللي سافرت مساء اليوم الأربع لتونس للقاء يوم السبت المقبل وشهدت القائمة انضمام محمد الشناوي حارس المرمى بعد غيابه عن مباريات الفريق في بطولة الدوري بعد اعتماد كولر على مصطفى شوبير في حراسة المرمى لأكثر من مباراة في دوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري ومن المقرر أن يتدرب الفريق مرتين في تونس يوم الخميس والجمعة وفقاً لاتفاق كولر مع خالد بيبو مدير الكرة واللي قرر استمرار حظر التعامل مع وسائل الإعلام لحين انتهاء مباراتي نهائي بطولة أفريقيا وحصل كولر على ملخص مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي اللي أقيمت الأحد وانتهت بفوز الأول بثلاثية مقابل هدفين من أجل الاستعانة بها في دراسة فريق الترجي قبل مواجهة الفريقين السبت القادم لسه مكملين مع النجم الكبير كابتن رضا عبد العال كابتن رضا حسام حسن قال انا محتاج يعني الوقت كبير بالنسبه للتجمعات عدد ايام كتير علشان اقدر احفظ اللعيبه علشان اقدر الانسجام علشان يبقى في اقدر ان انا اوصل فكري للعيب انا اقول لك على حاجه هو معذور في حته لان كل المدربين اللي ماسكين بيطفشوا عشان كده ما تطالبش اي حد يلعب كوره مدربين قليلين هم اللي بيخلوك تلعب كوره اياب جلال مثلا واخد احمد سامي علي ماهر هم دول اللي بيخلوا فرقهم بتلعب او دي حقيقة. او ايمن الرمادي وطارق طارق مين طارق مصطفى وطارق مصطفى صحيح واخد بالك وخالد لما بيمسك خالد جلال عبد الحميد بسوني على فترات اللي هم الناس اللي بتلعب كوره بتخليك تلعب كوره وتعرف تنقل من هم دول بقيت الفرق كلها بما فيهم مدرب الاهلي والزمالك ما بيعملوش الكلام ده لعيبه الاهلي بخبرتها هي اللي بتحط الكوره على الارض مش بخبره المدرب بامكانيات لعيبتهم واخد بالك هنا انت لو اديت المدرب ده المدرب بتاع النادي الاهلي او الزمالك لاي فرقه في نص الجدول هيبقى لايس زي ما المدربين بيلوصوا واخد بالك فهي عنده نقطه زي دي بس انا ارجع تاني واقول لك يا حسام انت لما كنت ماسك كنت نفس الكلام بتعتمد ايوه ماشي هو دلوقتي مدرب منتخب مصر يا حبيبي ما انا بقول لك هي هو عنده عذر في دي لان كل المدربين ما بيلعبوش كوره باستثناء الناس اللي انا قلت لك عليهم فكل الفرق يعني انت قلت مثلا ايه علي ماهر احمد سامي ايمن الرمادي إيهاب جلال
طارق مصطفى، إيهاب جلال، واخد بالك كام؟ ستة، اثنين، أربعة، خمسة. وسيبك من الأهلي والزمالك، دول بيلعبوا إمكانيات لاعبتهم ومهاراتهم والكلام ده. أدي خمس فرق اللي هي بتلعب من ورا وتبدأ الكرة لنص الملعب والكرة ما تتقطعش. ماشي؟ صح. خمسة من 18 نادي يبقى تفضل 12 نادي. ال 12 نادي كله بيلعب طفش وشيل ده انت في وانت قاعد بتتفرج يا اسلام. يعني 11 نادي لان انت شايل الاهلي والزمالك. شايل الاهلي والزمالك في ما يخشوا من ضمن ال 11. يعني انت بتتكلم 13. ان هيفضل ان هيفضل. لا ده دول بيلعبوا بامكانيات لعبتهم مش أيوة ما هو نفس المدربين بتوعهم. بتكلم ان انت بعدت الاهلي والزمالك. لا في ال 13. تمام. يعني في ال 13 اللي هم مدربينهم مش لعبتهم. أيوة. مدربينهم. اللي ما بيبدأوش الكرة من ورا. أيوة. بدليل ان الشوبير لما عملها من ساعة لما غلط ما بقاش يعملها تاني. واخد بالك صح ولا أيوة لا؟ من صح يوم ماتش فيوتشر لما عمر السعيد. أيوة خد. أيوة. واخد بالك في الزمالك شيل، في الاهلي شيل، مش عارف مين شيل. لا في فرق اللي هي لغاية دلوقتي محتفظة ان انت تلعب، خلي الجون يلعب كورة، اللي المدربين اللي انا قلت لك عليهم. عشان كده الكورة بتعدي نص الملعب وبتروح لل 18 بسهولة عشان الفرقة كلها بتنقل. واخد بالك؟ تمام. فبرضه مش عايز اعفي حسام حسن، لما كان بيلعب ما كانش بيعمل الكلام ده. ماشي. هو دلوقتي مدرب منتخب مصر. يعني فبالتالي هو بيقول لك انا ما عنديش تجمعات، مش عارف اجمع. لا ما تتحججش في دي، لان دي اجنده. لان بص استنى بس، كوبر جه نفس الكلام، اجيري جه نفس الكلام، كيروش جه نفس الكلام، فيتوريا جه نفس الكلام. وخلي بالك كل دول لهم العذر، المدربين دول الاجانب لهم العذر. ليه؟ لان هم مش عارفين الدوري المصري وما دربوش في الدوري المصري. انت دربت، انت مختلف عن الناس دي، لازم تورينا حاجه مختلفه. احنا كنا بنطالب بيه. ما هو بيقول لك انا ما عنديش وقت. وقت ايه؟ انا ما عنديش وقت عشان اوريك حاجه مختلفه. صلى على النبي. صلى على النبي. انا لما جيت اخترت ناس جديده. ما تجيب اختار ثواني بس. مين الناس على فكره ده الكلام اللي قاله في المؤتمر. قال لك اكرم توفيق ما كانش بيلعب في الاهلي. خدته ليه؟ كوكا. اسمعني بس. لا طب استنى، هرجع بس اكمل لك كلام. كوكا ما كانش بيلعب في الاهلي. لما انا خدتهم في المنتخب بدأوا يلعبوا في الاهلي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بدأت نزغرت الناس. نزغرت. لا هنا كلام. ده واقع. لا يا حبيبي هنا بص الكلام. لا اسمعني بقى. مش واقع. لا مش واقع. لا ده واقع. لا اسمعني بقى. لا اكرم كان بيلعب. يا بقى. كوكا كان بيلعب. مين بدأوا يلعبوا بعد ما حسام خدهم. عشان ارد عليه. اتفضل. صح. لا ده كان بيلعب والتاني كان مصاب. صح. ماشي. طيب انت في المؤتمر لما انت طلعت وخدت الاختيارات قلت انا مش هاخد احمد فتوح ومصطفى شلبي اللي لاعبين ماتش الاهلي في كاس مصر ومكسرين الدنيا. اسمعني عشان بس ايه ارد عليك عشان ايه تلوز بقى. لا انا واخد بالك. فانت لما جيت طلعت قلت ان انا مش هاخدهم عشان لسه ما رجعوش من لمستواهم عشان لسه راجعين من الاصابه. صح. صح. طب خدت احمد نبيل كوكا ليه وهو مصاب وما لعبش؟ ماشي. خدت اكرم توفيق وقلت كنت برضو في تصريح شهير ليك قلت ايه انا مش هاخد النني لان ما بيلعبش في الارسنال. حصل. طب انت بقى واخدهم تجهزهم عشان يروحوا يلعبوا في الانديه بتاعتهم. طب ما الاول احمد فتوح وكان مصطفى شلبي اللي انت ضمته بعد كده لان كان نجم مباراه الاهلي والزمالك في كاس مصر. صح. وكان عامل لك الحته دي شوارع على احسن بطريقه. أيوة اللي انت بعد كده مصطفى شلبي ده بعد ايه؟ بعد ما ضمه. لا يا حبيبي. طب وضمه بعدين ضمه. وبعدين واخد بالك. هو اللي وبعدين. طب واحمد فتوح اللي هو اصلا عنده عجز في الحته دي هو اللي جهزه مكان محمد حمدي الموقوف ومش هيلعب بوركينا فاسو ولا يجهز احمد فتوح؟ يا عم ما تاخدش احمد فتوح. طب ما تورينا محمد شكر الله يشفيه. مش كان واخده في ولد كويس جدا دلوقتي في الاسماعيلي اسمه عبد الكريم باين باك ليفت بس لسه ده عايز يستوي شويه. بس لعيب كويس. ماشي. انا بقول لك انت دلوقتي هتاخد الراجل اللي بقاله سنتين مكسر الدنيا اللي هو محمد شكري. انت خدته ما لعبتوش ليه؟ هو ولا محمد حمدي؟ اديني عقلك. هنا بقى ترجع فلاش باك تاني وتقول ايه ان الدوره دي هو كان عاملها الهدفين وربك مش على نيه حد وربنا مش على نيه حد. هو كان عاملها الهدفين. اول هدف ان هو ياخد البطوله دي عشان يقول لك مش عايز صلاح. وش تاني حاجة الناس اللي هي بتقول لك ايه ده ملوش تاريخ وما خدش بطولات والكلام ده يبقى هو ايه ضرب عصفورين بحجر. اول هام ان انا
كسبت البطوله سيبوني بقى اشتغل ومحدش يجي ناحيتي. انا مش عايز محمد صلاح، هو مش قال قبل البطوله قال لك انا عايز اللعيبه اللي هي بالروح بتاعه مرموش وتريزيجيه؟ وقال لك تريزيجيه لسه لاعب امبارح ومصر ان هو يلعب النهارده ولعبته. حصل ده عيب في حقك، عيب في حقك. ليه؟ لان لما لعيب يقول لك انا عايز العب ويفرض عليك، اين شخصيتك بعد كده؟ هو ما هو فرضش عليه، هو بيقول لك ده تريزيجيه. هو لا، هو كان بيشيد وقتها. لا ما هو بيلقح. ايوه ماشي، بيلقح كلام على ان هو ايه بيشير الى محمد صلاح. قال لك عندي 20 راجل. ما هو بيشير يعني ماشي 20 راجل. ما بقولكش البطوله ليه. لا بص يا كابتن، اسمع بس خليني اكمل وبعد كده ماشي. انا عشان الوقت بس. لا سيبك من الوقت. لا هو في وقت، في التزام بوقت. طب وانت ايه اللي خلاك تقعد ترغي في الانترو؟ ثواني بس، مش معانا كان الراجل على التليفون يا عم. خش 10 دقايق وعلى دماغنا. طب ان شاء الله هنجيبك معيد. كل مره بتقول كده، كل مره بتقول البقين الحمضانين دول والله. كل مره سيبك بس من اللي بيكلموه. انا دلوقتي قال لك معايا 20 راجل. طب عشرين راجل ده ما جابلكش البطوله ليه؟ ده ال 20 راجل شالوا اربعه. لا هو كان بيلعب مين يا كابتن؟ ما تونس دي، ما تونس، ما تونس دي ليك واللي عليك. بس انا ما كرواتيا اتعادلت مع تونس وانت احسن منها، واحد من اهم الفرق في العالم. ماشي ما تونس عملت معاه ايه؟ ليك واللي عليك. لا استنى، ولو حسام حسن بس انا ارد عليه، لو ما عندوش جرأه وبيخاف يجي يقول لك يا جدع اقسم بالله انا ما حدش يعرف. هو ضامن يا كابتن ايه اللي بيقوله؟ ما حدش يعني يعرف حسام حسن قدي. ما حدش يعرف. لا احنا عارفينه كويس برضه. لا حضرتك عشان لا يا حبيبي، هو انا قلت لك السببين هياخدهم. طيب. عشان قال انا صممت على البطوله دي. انت داخل في نوايا. انا بتكلم مش نوايا، ده هي دي الحق. انا بتكلم بالظاهر. اي مدرب تاني ماسك المسؤوليه يا عم، انا واجه بطل العالم ليه؟ انا واجه التاني مين افضل ده؟ تاني فريق في العالم. الكلام ده امتى بقى اقول لك؟ اللي هو الكره. استنى بس، استنى بس، استنى انت. انا مالي ما اعتذر عن البطوله. لا انت ما لعبتش كوره فما. وبالمناسبه في اتحاد الكوره قالوا له ده يا كابتن رضا. ايوه عشان اصلا بطوله قالوا له بلاش ونصحوه. هو اللي صمم يا عم، هو عشان يا مجد شخص اللي لا ملهاش علاقه. والمصحف مجد شخص كابتن رضا. هو حسام حسن. طب ما تساله كده. حسام حسن ماله؟ حسام حسن مستني مجد شخص. هبط الاتصالات يا كابتن رضا. حسام حسن، حسام حسن ده خد لي كاس عالم وخد لي البطوله الافريقيه يا راجل. ده كان فارق بتسعة بونت لنادي الزمالك والدوري راح منه الدور الثاني في مسيره اي مدرب. حسن شحاته لا، اسمعني بس، حسن شحاته هو ايه لا ده؟ انت بتقول لا حسن، ما تجيبش الكابتن حسن شحاته خالص. لا ليه؟ ده عم مدربي مصر. ما هو نجح. لا نجح، نجح ده مع منتخب مصر مش صغير. وفي اسمعني بس، لا مش صغير. ولما راح الدفاع الحسن الجديدي ما وفقش. لما لا راح مسك الزمالك ما وفقش. ده لا لا الجوهري، الجوهري الجوهري تاني الجوهري. لا 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 ماشي، اتغلب 6-1 من منتخب اليونان، ده طبيعي. فلما تيجي تقول لي مش طبيعي، إن مش طبيعي لانك انت كنت ساعتها واتغلب 5 من السعوديه. ايوه لا اسمع بس الكلام بقى، ما تقعدش. كان عندك قماشه كل لعيب كابتن رضا تحط كابتن عليه منتخب دلوقتي. كابتن رضا البرازيل اتغلبت 7-1 من يا عم، مالكش دعوه بالكره الالمانيه والكره البرازيليه. خلينا رضا. هنا خلينا في العك اللي احنا مش عارفين نقول لك. مفيش لعيبه في مصر، في لعيبه في مصر بس مفيش مدربين في مصر، واولهم حسام حسن. لا اسمع الكلام. لا لا هو رضا. هو لو عنده ثقه في امكانياته. اسمع بس، حسام حسن مدرب محترم تختلف تتفق معاه في خططه واختياراته، ليك حق. لكن موضوع ان وفكره. هو ماشي براحتك، لكن هو انت استنى بس، هو انت بتلعب المساس بتاريخه ولا يا عم احنا بنتكلم على تاريخه كلاعب كوره. ماشي ما حدش يجي مدرب. لا يا حبيبي، لا ما ملوش تاريخ كمدرب. لا ازاي بقى؟ انا اللي بقول لك، انا اللي بقول لك وكلامه اتحاسب عليه، واخد بالك؟ بس انتوا بتحبوا تغيروا الحاجات. لا مالهاش علاقه. بص يا حبيب قلبي، انت دلوقتي عامل الدوره دي ليه؟ لا خلاص بقى الدوره دي خلصت. لا استنى بس، لا يا حبيبي ما هي دي الاساس. لا 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 عامل دي ليه؟ عشان تحط 3-4 لعيبه تشوفهم جداد عشان تبني عليهم. وهو ده يتحسب له يا كابتن رضا؟ يتحسب له فين؟ ان هو اختار فين بعض اللعيبه. استنى استنى، فين اللعيبه؟ اختارهم وهو لسه بيبدا يابا. لا يعني انت في اول معسكر. ايوه طبعا، بقاله 10 معسكرات، كنت هتعمل فيه ايه؟ اسمع بس الكلام، انت دلوقتي ما انت هنا تقيس الفكر. واحد موقوف
واحد موقوف ومش هيلعب معاك. طيب انت تلعب حد تشوفه في الحته دي تاني، ولا هي دي بقت الحته دي ورثه؟ تعمل ايه؟ مش هلعب محمد شكري عشان نقول ان احنا مختلف معاه؟ ايوه عشان نقول ان انت ايه بتجرب. انت لما جيت كسبت ايه نيوزيلندا عملت ايه؟ لعبت نفس الفرقه عشان بيلاعب واحد من اهم الفرق في العالم. طب مش عايز بس هو ده فكره. لا لا تختلف لا معاه براحتك. لا لا الفكر ايه بقى؟ ان هو قال لك ايه، اجيب جون وانام عليه واخد البطوله وبعد كده اعمل اللي انا عايزه، بدليل ان هو لما شال اربعه يتحسب على فكره. لا لا ما تحسبش، لا تحسب عليه. منتخب مصر يا حبيبي يدخل ياخد بطوله، بقالك فتره. شوف انت بقى بتنقي نفسك ازاي. لا بقالك فتره لا ما بتاخدش بطوله. هي دي بطوله؟ انا بكلمك هي دي بطوله. لا بطوله لما يبقى فيها كرواتيا يا حبيبي. ده تونس اتعادلت مع انت بقالك قد ايه كابتن رضا؟ انت بقالك قد ايه ما لعبتش فريق بحجم كرواتيا كابتن؟ انا مالي، ده اتحاد الكره حاسب اتحاد الكره. نقول حاسب اتحاد الكره اللي راح يجيب لك جنوب السودان اللي لسه بتقول يا هادف الكوره. نقول وتكسبها ويقول لك علينا فيتوريا. احنا بقالنا فتره كبيره جدا ما لعبناش منتخب عشان الناس بتخاف. اسمع عشان ماشي، يبقى هو ما بيخافش، يبقى يحسن له. هو ضربت معاه شمال ان هي اضرب عصفورين بحجر واخد بطوله واسكت الناس، والتانيه لما اقول انا مش عايز محمد صلاح كله هيأيدني. وخلي بالك الناس اللي هي لا محدش هي الناس اللي هي مسلطه محمد صلاح يا كابتن رضا. الناس اللي هي مسلطه ومدخنه وابنه في موضوع محمد صلاح. اسمعني بس، الناس دي والله العظيم لا بتحب حسام حسن ولا ابراهيم حسن ولا عايزينه انه ينجح ولا عايزينه انه كان يمسك منتخب مصر. متفق معاك، واخد بالك؟ ولكن هم دلوقتي يقول لك ايه، حط مش عارف البنزين جنب الايه، جنب النار باين. ولا مين دول الناس اللي ما تعرفهم؟ ما انت عارفهم اللي هم اصلا مش عايزين يبقى في حد اسطوره غير فلاني الفلاني، في حد لا يبقى ده. بس هو محمد صلاح ما يقارنش بحد. مش هيقارن. تمام. محدش. بس انا بقول لك خلينا نلعب مع بعض هنا. حسام حسن. انما صلاح ده انسى. حسام حسن مش في دماغه ان هو هو اخطا في التعامل مع محمد صلاح او في حل ازمه يا عم. هو حاطط نجوميته زي نجوميه محمد صلاح. لا ماشي لا لا خالص. ماشي خالص. لا يا حبيبي لا خالص. ماشي محمد صلاح تاريخه واسمه ونجوميته بعيده لا تقارن باي حد. قول له بقى الكلام ده. لا ما هو كل لا لا مصر لا هو عارف. ما يعرفش الكلام هو ده. هو مش كل مصر، هو كل العالم عارف. إيه كل العالم عارف. الا حسام ابراهيم. لا وحسام ابراهيم لا بالعكس لا ما يعرفوش الكلام ده لان صلاح ده لن يتكرر. ايوه ده انا مش مختلف معاك. اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي في سنه كام؟ 24 صح؟ 2024 بعد 2124 ان شاء الله نخرج من التربه انا وانت ونعمل احصائيه كده. مش هتلاقي حد احترف في مصر تاني. هو مفيش حد هيجي زي محمد صلاح. لا ده انا بقول لك مش هيحترف. اسمع الكلام. مش مختلف كابتن. مش هيعمل البتاع ده. نورتنا وشرفتنا. ايه ده وخلص؟ طب وماتش الاهلي وماتش الزمالك؟ 10 دقايق ما انت قاعد بتتكلم وبتطول. قلت لك عايزين نتكلم. بص برضو هقول كلمتين بس عشان انا. اتفضل. والله العظيم انا ما ضد حسام حسن. ولكن أنا عايزه ينجح، بس ينجح بالأصول. واخد بالك؟ انسى أول حاجة الفترة بتاعت الكابتن جوهري. خلي شخصية حسام حسن، سيبك من المعسكرات وسيبك من المعسكرات الطويلة والكلام ده، لأنك أنت مش هتفيد. اللعيبة بتجيلك أصلا جاهزة. عايز تعمل قول لهم بقى الكرة اللي هي إيه، تلات أربع مرات أسبوع واحد هتعمل الكلام ده. والله العظيم معسكر واتنين وتلاتة هتعمل الكلام. بعدين أقول لك على حاجة، هو أنت لما بتقول للعيب وتلزمه امسك الكرة وسلم على الارض والكلام ده، هيقدر يخلف اللي انت بتقوله؟ لا مش بس انت تديله الكلام ده. ابدا من ورا، ابدا من الديفنس، ابدا من نص الملعب، بس اختار بقى الناس اللي هي تنجح سياستك او فكرك عشان تروح للجول. دي رقم واحد. رقم اتنين، بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي في تونس باذن الله مع الترجي ان يعمل نتيجه محترمه عشان نيجي يبقى مطمئنين ان شاء الله باذن الله. طبعا ان شاء الله من دلوقتي بنبارك لجماهير نادي الزمالك والنادي الزمالك. بس يعني مش بنبارك، لا اديهم دفعه، ادي دفعه ان خلاص. بص الفنيات خلصت الماتش اللي فات، انت هنا دلوقتي عايز الجماهير واللعيبه، واخد بالك؟ صح. الكره في ملعبكم انتوا الاثنين. صح. انا من ناحيه الجماهير متاكد مليون في الميه. بقول للعيبة انت دلوقتي 50-50، دخول الجماهير هيخليك 80-20،
لو لقيت الاستاد مليان كده غصب عنك انت لو النهارده مش فايق هتبقى فايق، لو وحش هتموت نفسك. هو ده المطلوب، وان شاء الله هو جمهور الزمالك هو الاستاد هيكون ان شاء الله مليان بجمهور لا وياخد البطوله عشان يبقى عام. عشان يبقى فال عشان ان النادي الاهلي الاسبوع اللي بعديه عنده النهائي هنا ان شاء الله، يبقى دي فال حسن للكره المصريه. ويا حسام ويا حسام انا عايزك تنجح، شقلب بقى ما تشقلبش، يعمل اللي انت عايزه. شقلب زي جوارديولا امبارح قدام شفت الفرصه عامله ازاي؟ يعني انا بس عشان الوقت بيختم، انا كنت مع هاني حتحوت ويعني في الراديو، فانا بقول له ان جوارديولا بالنسبه لنا يعني مدرب مش عبقري. قال لي ما سمعكش الكابتن رضا، فانا قلت له انا بقول كده عشان الكابتن رضا. انا قلت له انا بقول كده عشان الكابتن يا راجل، ده هو الباك زي انشيلوتي يا جدع، روح بقى. لا مش زي انشيلوتي، ده لا روح. الكابتن رضا عبد العال نجم مصر ونجم طبعا الاهلي والزمالك والمحلل طبعا الكبير جدا. ان شاء الله بكره حلقه جديده في وجود طبعا النجم محمود ابو الذهب، ونتكلم عن الاهلي والزمالك قبل مواجهتي الترجي ونهضة بركان المغربي. تصبحوا على خير.